تقفوا جنب اي حد عنده سمنه في بيتكم. ارجوكم ادعموا ده مرض، مرض خطير ومرض مزعج جدا. منظمه الصحه العالميه تصنف السمنه والسكر هو وباء يجتاح العالم. العين اللي عنده سمنه وسكر هو عنده 52 مرض جميع اجزاء الجسم. حضرتك اختار اي عضو في الجسم وانا اقول لك تاثير السمنه عليه. الرابط بقى اكثر من وثيق بين السمنه والسكر، اكثر من وثيق. مرض السكر من النوع الاول هو ممكن يتحسن مع جراحات السكر والسمنه اذا كان مصحوبا بوزن زياده. لو قلت لي اختار اثنين مرضى لا غنى لهم عن تحويل المسار، المريض اللي عنده السكر، عنده ارتجاع في المريء، شارف في اكل السكريات. جراح السمنه المحترف لازم يكون فنان وذو رؤيه. الاستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم، استاذ جراحات السمنه والسكر والمناظير والاورام، كليه طب جامعه عين شمس، استاذ جراحات السمنه المفرطه، استشاري جراحات المناظير، كلية الطب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية في عام 2014 تجاوز عدد البالغين الزائدين في الوزن في سن 18 سنة فأكثر 1.9 مليار شخص، وكان نحو 13% من البالغين في العالم عموماً، 11% من الرجال و15% من النساء مصابين بالسمنة. زاد معدل انتشار السمنة في العالم بأكثر من الضعف بين عامي 1980 و2014، وربطت منظمة الصحة العالمية بين السمنة الزائدة وبين الوفيات في العالم أكثر من الصلة بين نقص الوزن وبين الوفيات. أهلا بكم، النهاردة حوار مهم جدا، لكن خلينا نبدأ بحوارنا في عالم السمنة بقضية مخيفة جدا. أرجوكم أقفوا جنب أي حد عنده سمنة في بيتكم. أرجوكم ادعموا ده مرض، مرض خطير ومرض مزعج جدا. ليه انا بقول لكم الكلام ده؟ لانه في امريكا مراهقه امريكيه تعاني من سمنه انتحرت في قدام عيلتها، قدام اهلها في بيتها. المراهقه الامريكيه دي اسمها براندي فيلت، عندها 18 سنه، وكانت عايشه مع شقيقتها ومامتها وجدتها في نفس البيت، و بدأت تبكي بشدة في يوم من الأيام، سمعوها طبعا بتعاني من سمنة. وطبعا اللي حصل إنه شقيقتها أدلت، انتحرت طبعا في البيت، وشقيقتها أدلت بشهادة مهمة جدا، قالت إنه إنها تعرضت لمضايقات بسبب وزنها الزائد. فيما قال بقى الناطق باسم المدرسة الثانوية اللي كانت بتدرسها انه الاخيرة اشتكت من رسائل ترد على هاتفها من مجهولين تسخر من بداناتها، ونصحتها الادارة بتغيير رقمها، وقالت احنا مصدومين لنبأ الوفاة. رغم ان احنا ما نشوفها في الصور هي ما بتعانيش من سمنة مفرطة، هي بتعاني من سمنة لكن مش مفرطة، وبس التنمر يعني عاقبته مخيفة للغاية، وراح لواحدة حساسة. إذن السمنة والسكر المتلازمة اللي بقت شهيرة جدا، بقت في منتهى الخطورة، بس من ضمن دواعي الخطورة في السمنة هو التنمر، إن الشباب اللي عندهم سمنة 18 و19 و20 بيتعرضوا لسخرية، لما بيكبروا بيتعرضوا لسخرية وبعضهم بيجاري هذه السخرية، وتظن إنه مبسوط بالكلام لكن هو متألم للغاية، متألم جدا جدا. ولذلك مهم قوي ما تشوفش حد عنده سمنة مفرطة تقول له انت سمين في مجتمع او في جلسة، في خروجة، في حفلة، ما تتكلمش عن وزن حد قدامه. الوزن دي مهنة الاطباء، هم اللي يكلموهم عنه، او زي ما احنا بنحكي في البرنامج الطبي. النهاردة حلول هذه الحالة بقت موجودة وممكنة
إذا وصلت إلى المرحلة التي تحتاج فيها إلى جراحة. والنهاردة حوار أكيد مع ضيف العزيز، واحد من الجراحين المتميزين، واحد من الأكاديميين الرائعين، واحد من أساتذة جراحة الجراحة وجراحة السمنة المتميزين جدا على مستوى مصر وأكيد على مستوى الوطن العربي، ضيف العزيز القيمة العلمية الثابتة والكبيرة الأستاذ دكتور ياسر عبد الرحيم. أهلا بك دكتور ياسر. أهلا دكتور أيمن، إزي حضرتك؟ وحشني جدا جدا. هل قبل ما ندخل في حوارنا، هل ممكن السمنة تدعو المريض بتاعها للانتحار؟ حضرتك يكفي النهاردة أن منظمة الصحة العالمية تصنف السمنة والسكر، وأنا دايما زي ما سمناهم قبل كده أنا وأنت توأم الشر، توأم الشر أو السكرمنة، السكر والسمنة هو وباء يجتاح العالم، هو وباء عالمي. وإحنا كنا قلنا أما بنقول إيه أوبستي يعني سمنة، قلنا ديابستي يعني ارتباط السكر بالسمنة، لا ده قصة مش بقت كده الوقت، بقت هيباتوبيستي الكبد والسمنة، سايكوبيستي الحالة النفسية مع السمنة، رينوبيستي الكلوة مع السمنة. النهاردة السمنة هو وباء عالمي يجتاح العالم كله. يمكن حضرتك في المقدمة اتكلمت على جزء اللي هي الحالة النفسية مع السمنة، لكن إذا اتكلمنا عن السمنة هي 52 مرض. العين اللي عنده سمنة وسكر هو عنده 52 مرض، جميع أجزاء الجسم. حضرتك اختار أي عضو في الجسم وأنا أقول لك تأثير السمنة عليه. أي عضو، لو قلت لي المناخير، العين، القلب، البنكرياس، الأوعية الدموية، الحالة النفسية، الحالة الجنسية، الحالة المزاجية، السمنة هو مرض يؤثر على كل أعضاء الجسم. عشان كده قلنا هما 52 مرض مع بعض. هبدأ الأول بعملية مشهورة جدا، عملية التكميم. ما هي عملية التكميم؟ لمن تصلح عملية تكميم المعدة؟ هو دايما لمرضى السمنة بنقول لهم حاجة، إن ربنا تبارك وتعالى النهاردة قدر يحط لنا سيف بطار للقضاء على السمنة اسمها العمليات الجراحية بصورة عامة، سواء بنتكلم على التكميم أو تحويل المسار أو ثنائي التقسيم أو أي عملية حضرتك عايز تتكلم عليها. كان زمان العيان هو عبارة عن إيه؟ أنظمة غذائية ورياضة، والأنظمة الغذائية والرياضة تنزل سمنة 10 كيلو، 15 كيلو، 20 كيلو. قاعدة طبية يا دكتور أيمن، إذا الوزن عدى 30 كيلو أو أكتر فوق الوزن الطبيعي، والكلام الحديث كمان دلوقتي 20 كيلو، خلاص ده طريق ما منوش رجوع، مستحيل تعرف ترجع. والكارثة في الأنظمة الغذائية إيه؟ أنا مثلا بعمل نظام غذائي لمدة شهر بنزل 5 كيلو، بعد كده ببتدي ألاقي 5 كيلو مش باينين في شكلي، أروح وآكل أرجع أزيد. الكارثة إنك أنت بتعمل إيه؟ أنت لما بتيجي تخس بتخس عضلات ودهون، بعد كده لما تيجي تزيد تروح واكل تزيد لك 7 كيلو زدتهم دهون فقط. فانا بنزل عضلات ودهون 7 كيلو، ازيد دهون 10 كيلو، انزل 10 كيلو عضلات ودهون، وهتحول الجسم في الاخر الى كوم من الدهون، الحرق بتاعه قليل جدا جدا جدا. وعشان كده العام بيبتدي ييأس يقول لك انا بقى بعمل دايت لمده شهر، نزلت كنت بنزل زمان على الدايت 7 كيلو في الشهر، بقت 5 كيلو وبعدين بقت كيلو في الشهر. اصبح العيان ده كأنه مرض ميؤوس منه، وكأنه ورم لا شفاء منه. أم ربنا دايما سبحانه وتعالى لم يخلق ده إلا وله الدواء، فربنا إدانا العمليات الجراحية. معيار الأشهر ومعيار الشهرة، المعيار الأشهر هي عملية تكميم المعدة. عملية تكميم المعدة هي عملية تصلح للمرضى اللي عندهم 20 كيلو فوق وزنهم الطبيعي، بشرط ان يكون العيان، اهم شرط، ما يكونش ناهم في اكل السكريات، وما يفضلش يبقى عنده ارتجاع في المريء. مع ان النهارده قدرنا الحمد لله حديثا نعمل حاجه اسمها الانتي ريفلكس سليف، اي عمليه التكميم المؤمنه ضد الارتجاع، ولكن الشرط الاعظم لها على الاطلاق طبعا هو اكل السكريات. العيان بياكل كميه اكل كبيره، مش ناهم في اكل السكريات، ما عندوش ارتجاع في المريء، ده هو. وطبعا لو عنده سكر او ما عندوش مش تفرق معانا، هو ده العيان اللي ينفع له عمليه التكميم. والنهارده عمليه التكميم بتجرى بالمنظار، ما عدناش بقى الفتح بتاع زمان والحاجات دي، خلاص عمليه بتجرى بالمنظار، وعمليه اصبحت حتى غير مؤلمه، فتحات المنظار بسيطه. وعندنا النهارده اجهزه للالم حابب اتكلم حضرتك عليها بعدين، في حاجه احدث دلوقتي طالعه اسمها تخدير البطن. احنا بنخلي عيني فوق من البنج وندي بنج موضعي للبط، بالعيان مش حاسس ببطنه تماما لمده 12 ساعه. التكميم زي ما حضرتك شايف قدامنا كده على الصوره، هي بتجرى بالمنظار. في الاول دي المعده بتاعتنا، بعد كده بندخل دباسه امريكاني متقدمه اسمها الدباسه الامريكي الثلاثيه، ونفس الجزء اللي حضرتك شايفه من المعده ده، لو بصينا على الصوره اللي بعدها الجزء اللي اتفصل ده
يمثل 80% من المعده. وهنا برضو فن الجراح، ممكن يبقى 80، ممكن يبقى 85، ممكن يبقى 75، ممكن يبقى 70، حسب يعني العيان اللي وزنه 200 كيلو غير اللي وزنه 160 كيلو غير اللي وزنه 90 كيلو غير اللي وزنه 80 كيلو. فانا بقدر، عشان كده جراح السمنه لازم يكون جراح فنان، جراح زي اللي بيفصل. في واحد يفصل لك بدله بمزاج، ده نفس الكلام، انت بتشيل الجزء اللي شلناه ده هو الجزء الاعظم من المعده، ساعات يبقى 70 80 85% من المعده، بقى الجزء اللي هو عامل زي كم القميص ده. العمليه دي بتعمل ثلاث حاجات مهمه جدا. الجزء اللي شلناه ده فيه هرمون الجوع اسمه الجريلين بيقل جدا جدا، فحاسه الجوع عندك تبقى مهذبه جدا جدا. كميه الاكل بتقل من 3 لتر اكل الى 50 سنتي اكل فقط، وفي نفس الوقت كمان العام بيشبع بسهوله. الميزه العظيمه في هذه العمليه ما فيهاش تغيير كتير في خلق ربنا، معده كبيره صغرناها فانت بتحس بالشبع بسهوله. ولكن هذه العمليه والله يا دكتور ايمن بدات تظلم حديثا دلوقتي، يقول لك اصل التكميم العيان ممكن وزنه يرجع بعدها تاني. طبعا ده مردود عليه، عشان كده ما بيجي العيان هعمل له تكميم بقول له مش هعمل لك التكميم غير بشرطين، تديني وعدين من بقك. الوعد الاول انك تاكل سكريات بصوره معتدله، عدوها الاول في رجوع الوزن مره اخرى انك انت تاكل سكريات باسراف. الوعد الثاني اما تحس بالشبع توقف، ونفتكر حديث الرسول عليه الصلاه والسلام احنا قوم لا ناكل حتى نجوع اذا كنا لا نشبع. وله اكتب الحديث ده وعلقه عندك في البيت. حضرتك لو انت وعدتني انك تاكل سكريات بصوره معتدله وانك انت اول ما تشبع توقف، لان في ناس بعد الشبع بياكل تاني فالمعده توسع مع الوقت. لو انت اديتني الوعدين دول تعيش معاك طول العمر. اذا هل التكميم تنزيل مؤقت الوزن ويرجع وزني يزيد، ولا هبدأ رشيق وافضل طول عمري رشيق؟ حسب انت عايز ايه. اذا العين اداني الوعدين من بقه خلاص، يبقى ساعتها بعمله العمليه وبحذره كمان، بقول له طب فرضا ضحكت عليا نقصت في وعدك، قلت لي اوعدك ورجعت خلفت وعدك، هترجع تتخن تاني، وساعتها بقى مش هيبقى قدامك حل غير ان اعمل لك تحويل مسار بالمنظار برضه. عمليات عموما بتجرى عليها تعديلات كل فتره. ايه التعديلات الاهم التي اجريت على تكميم المعده في الفتره الاخيره؟ والله بص دكتور ايمن، هو حضرتك سالت سؤال بذكاء في الحته اللي انا عايزها. عيان جه قال لي والله يا دكتور ياسر انا اوعدك بعمل له التكميم، قام قال لي طيب انا اوعدك ان انا اقلل السكريات بس ما اوعدكش في النهم بتاعي، ممكن اكل بنهم الكمية. ممكن الكميه، ممكن المعده توسع مني تاني. ساعتها بنعمل حاجه اسمها التكميم المعدل المؤمن. فكرته ايه ببساطه؟ ان احنا بعد ما خلصنا العمليه بنزود في وقتنا دقيقتين كمان، بنركب حلقه من السيليكون على بعد 6 سم من بدايه المعده. الحلقه دي بتقفل الجزء ده من المعده، حتى العيان لو كان، لو بص دكتور ايمن شايف الصوره، الجزء اللي هو الوردي اللي على اليمين ده اللي بيتشال، الجزء الاخضر اللي فوق وبعدين تحتيه الحلقه اللي مكتوب عليها كلمه رينج دي، لو العيان كل زياده اللي هيوسع الجزء الصغير الاخضر فقط ده، لكن هيحمي كل الجزء اللي بعديه اللي تحت. عارف زي ما كنت ماشي في طريق والطريق زحمه وبعدين جم بتوع البوليس حطوا 2 حواجز بحيث ان تعدي عربيه عربيه، هتلاقي في زحمه كتير جدا جدا قبل الكمين ده وبعد الكمين بتمشي عربيه عربيه، فهي دي عامله زي الكمين، عملنا كمين على بدايه المعده بحيث نعدي عربيه عربيه، فالعيان بيعدي الاكل سنه سنه، دي ميزتها انها بتخلي المعده ما توسعش على المدى البعيد، ده أحد الحلول. فعلاً قال لي أنا مش عايز المعدة توسع على المدى، لو قال لي بص ما وعدكش إن أنا آكل كمية صغيرة أعمله التكميم المعدل، طب لو قال لي ما وعدكش في أكل السكريات يبقى نعمله تحويل مسار أو ثنائي التقسيم. تقييم حضرتك لثنائي التقسيم كعملية بيتم إجراءها على نطاق بالحوار فيها في المؤتمرات الأخيرة يعني زاد جدا. بالظبط. عملية ثنائي التقسيم اسمها الكامل تكميم مع تحويل مسار ثنائي التقسيم، باي بارتيش. هي العملية ديت لو جبنا صورتها هنشوفها دلوقتي، هي بتجمع العمليتين مع بعض، هي عبارة عن تكميم مع تحويل، بنعمل تكميم معدة ونوصل الأمعاء. طيب ايه وجه الاختراع اللي عمله دكتور سانتورو البرازيلي هنا؟ ان هو ساب الامعاء مفتوحه على الناحيتين، اول 2 متر سانتورو اللي ابتكر العمليه فلو بصينا دي العمليه اسمها ثنائي التقسيم او اسمها المعدل ساسو. ساسو اللي هي سنجل انستموزيس سليف ابر سمول انساينال بايباس. هذه العمليه كزي ما بيسموها ساسي، ساسي هم بيوصلوا في الامعاء من تحت، ساسو بنوصل في الامعاء من فوق، وده التعديل اخر تعديل تم عليها في العالم. الفكره ان هذه العمليه بتديه نفس فوائد تحويل المسار، هنقلل هرمون الجوع، بنقلل كميه الاكل، بنقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبه 75% وت
بتطلع هرمونات اللي بتنشط البنكرياس. طب امال ايه الجديد هنا؟ الجديد هنا دكتور ايمن حاجتين مهمين جدا، ان انا ما غيرتش في الوضع التشريحي الرباني، اقدر اخش بالمنظار اشوف المعده، ابص على امعاء، اخش القناه المراريه، التشريح الطبيعي بتاع ربنا موجود. رقم اتنين ان انا ما قفلتش اول 2 متر. الست الامعاء طولها 6 متر بالمناسبه، 6 متر كاملين شغالين، عشان كده حاجه العيان للفيتامينات بتبقى اقل الى حد ما، ما بيحتاجش كميه فيتامينات كبيره ولكن بيحتاج اقل شويه. الحمله القوميه مستمره؟ الحمله القوميه اللي كنت بقتها مع حضرتك هنا من حوالي سنتين مش قادرين نبطلها. فكره الحمله القوميه ان احنا الحمد لله بنتمشى مع توجهات الدوله المصريه، سياده الرئيس والحكومه، ان احنا بنحارب وباء السمنه والسكر في الوطن العربي، وشعارنا فيها وطن عربي بلا سكر وسمنه، وده يعني دين علينا الاخواننا العرب والمصريين. بنعمل عمليات باسعار تكاد تكون اسعار تكلفتها دون مكسب يعني. ده شرفتينا، نورتنا واسعدتنا جدا بهذا اللقاء. انا ببقى سعيد دايما ان انا اجي في برنامج حضرتك المحترم الجميل ومع شخصيه مرموقه زي حضرتك. ده شرف لينا، ان اسم كبير في عالم الجراحه الاستاذ دكتور ياسر عبد الرحيم، استاذ جراحات السمنه والسكر والمناظير، الاستاذ بكليه الطب والاورام، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، استاذ بقسم جراحه السمنه والسكر بكليه الطب جامعه عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنه والجمعيه المصريه لجراحه السمنه. كان في الناس الحلوه، خليكم دايما مع الناس الحلوه. الدكتورة رغدة أبو ريا، جراح النساء والتوليد وأطفال الأنابيب والحقن المجهري. الدكتور أحمد الشال، استشاري تخدير وعلاج الألم التداخلي، مدرس بكلية طب قصر العيني. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا، عنوان مهم الحقيقة وأتراكتف جدا، الولادة بدون ألم. ستات كتير في العالم، مصر، بدأ يبقى ده ترند مشهور جدا عندهم، وهذا الترند له أساليب مختلفة وتقنيات بدأت تبقى متقدمة، وكل مجموعة أو كل جروب جراحي بيشتغل أو كل فريق عمل جراحي بيشتغل على النوعية دي من الفكرة العلمية اللي هي الولادة بدون ألم، بيحاول يطورها طبعا التطوير هنا هيكون في ايه؟ هل التطوير هيكون في توقيت العملية، في ايه؟ انه بعد العملية هيريكفر الانسان، يمشي بعد قد ايه الانسانة يعني تمشي بعد قد ايه من العملية مباشرة؟ هل التوقيت الوقت بتاع العملية هيبقى في تقدم، ان انا اجري العملية في توقيت في وقت قصير؟ طبعا كلمة ولادة بدون ألم وبريكفري سريع ده مهم جدا ومفيد للناس اللي عندها مشاكل صحية معينة، هنفهمها بالتفصيل النهاردة. لكن خلوني النهاردة نفتح هذا الملف الاتراكتف الجذاب، اللي زي ما أنا قلت في بدايته كعنوان قبل ما ندخل في تفاصيله، هو العالم كله دلوقتي بينظر له نظرة فيها كثير جدا من التقدير، وأيضا هو مطلوب عن الكابلز. تعالوا النهاردة نرحب بضيفي عزيزي عليا جدا. نرحب النهارده بضيفتي العزيزه دكتوره رغده ابو رايه، اخصائيه جراحه النساء والتوليد واطفال الانابيب. اهلا بيك يا دكتوره، منورانا، سعيد جدا بهذه الزياره. انا اكتر. والنهارده دكتور احمد الشال، استشاري التخدير وعلاج الالم التداخلي، المدرس بكليه الطب جامعه القاهره قصر عيني. منورنا يا دكتور، واهلا وسهلا بيك. عنواننا الولاده القيصريه، ده العنوان صح كده؟ مظبوط. طيب انا يعني هبدا بليز فيرست، يعني برضو هبدا يعني قولي لي كده ايه المقصود بكلمه عنوان ولاده قيصريه بدون الم؟ القيصريه بدون الم معناها ان الست تولد ولاده قيصريه وبعدين بعدها ما تحسش بالالام اللي هي بيتحكي لها عنها، اللي هي دايما بيتداولوها، اول قومه واول عطسه بعد الولاده واول كحه، كل الحاجات دي احنا بنحاول ان احنا يعني نغير خالص المفهوم بتاع الولادة القيصرية بان هي تبقى painless labor او بدون ألم تماما. الحقيقة ان الحمل في حد ذاته هي رحلة صعبة بالنسبة للأم، مش بس جسديا كمان نفسيا عليها. احنا طبعا بنحاول نكون في كل خطوة معاها، بنطمنها، بنشيل القلق من عليها، مش انا لوحدي، انا وفريق طبي كبير معايا كلهم في دوره يعني. اذا ده مبدا التعريف في الاول، وحضرتك قلتي في جمله مهمه انه الحبل في حد ذاته رحله طويله، 9 شهور فيها معاناه،
ساعات يبقى فيها آلام، ساعات يبقى فيها مشاكل. طب نكمل برضو معنى الولادة المهمله. بنوصل للولادة المفروض ان ده بيكون ايفنت سعيد بالنسبة للست الحامل، فاحنا بنحاول ان نخليه فعلا ايفنت سعيد من غير اي آلام، من غير ما تبقى قلقانة من اوضه العمليات، من غير ما تبقى شايلة هم حقنة الظهر، طب ايه اللي هيحصل لي بعدها، طب انا هتوجع ولا لا. ومن هنا ظهر الكونسبت بتاع ولادة بدون ألم. طبعا نحن لا ندعي ان احنا يعني عملنا الكونسبت ده او بدعناه، يعني لان هو موجود في الحقيقه بقاله سنين كتير ودكاتره كتير بتعمله، ولكن احنا حاولنا ان احنا نطوره بحيث ان احنا بدل ما المريضه بقت قبل كده بتحس مثلا 70% بين، دلوقتي احنا وصلنا لالموست زيرو بين وكمان زيرو سايد افكتس. دي مهمه قوي. طيب ايه التطورات اللي زي ما احنا قلنا احنا نسمع عن الولاده بدون الم من سنوات، التطورات اللي حصلت في هذا المضمار؟ الحقيقه انا قبل ما اتكلم على فكره الولاده بدون الم، للناس كتير جدا بتسال هي فعلا الولاده ممكن تتم بدون الم، انا حابب اقول ان مش بس الولاده بتتم بدون الم، ان كل الجراحات تقريبا او معظم الجراحات بينا دلوقتي نقدر نعملها بدون الم. بالبين كنترول. بالبين كنترول، هي دي فكره الاكيوت بين كنترول. التحكم المستمر في الالام بالبمب الحاده. لا، البمب دي كانت احد الوسائل اللي بيتم التحكم في الالم عن طريقها، بس مش هي الوسيله الوحيده، وفي حاجات حتى متطوره كمان اكتر من البمب. خليني اوضح لحضرتك انا اقصد ايه. هوضح الموضوع ده بمثال بسيط جدا. دكتور الاسنان اللي كلنا بنخاف منه بيقدر يشيل ضرس، يخلع ضرس كامل او يشيل سنه بدون اي الم عن طريق انه بيخدر العصب المسؤول عن الالم في الضرس ده. اعتمادا على ايه؟ اعتمادا على كونسبت ان اي مكان في الجسم او اي جزء او اي عضو في الجسم مش هو اللي بيحس بالالم، اللي بيحس بالالم هو المخ عن طريق نقل اشاره الالم من العضو ده للمخ في عصب. يعني بيتم نقل اشاره الالم من العضو للمخ، والاشاره دي هي المسؤوله عن الالم. يبقى مين في مسار البين بصور بالظبط كده؟ يبقى مين بيحس بالالم في الاخر؟ المخ. المخ عن طريق عصب هو اللي بينقل الاشاره. لو احنا قدرنا ان احنا نخدر العصب في اي مكان في الجسم، مش بس في الولاده، لا في اي مكان، هنقدر نعمل اي جراحه بدون الم. حتى جراحات العظام المتقدمه الصعبه اللي هي في العظم نفسه بقينا كمان نقدر نعمل معظمها بدون الم. فده كونسبت عام او مبدا عام، مش قاصر على الولاده بس، لا ده خاص بمعظم الجراحات دلوقتي. ايه برضو الخطوه الزياده بقى؟ يعني الدكتوره رغده قالت احنا بدل ما الالم كان بيبقى اختفاءه بنسبه 70 80، لا احنا بنوصل اختفاء الالم اب تو قربنا من 100. ده يخلينا نتكلم على القيصريه نسبيسيفيك. هو الحقيقه جرح القيصريه اللي هو في البطن مش هو اللي بيحس بالالم برضو، زي لسه قايل، ده بيحس بالالم عن طريق شبكه من الاعصاب بتنقل اثاره الالم من الجرح ده للمخ. هي الحقيقه شبكه ماشيه في عضلات جدار البطن السطحيه، وبعد كده تخش في العضلات العميقه لجدار البطن، وبعدين الحبل الشوكي ومنه للمخ، فالمريضه تحس بالم. الحقيقه بعد ما بقينا نقدر ان احنا نوصل للاعصاب دي ونخدرها تخدير موضعي، احنا تقريبا بنقلل او بنمنع الاشاره، فبالتالي المريضه ما بتحسش باي وجع. مع وجود بقى جهاز السونار بقى الموضوع بيتم بدقه عاليه، فزادت نسب النجاح وزادت كفاءه تخدير العصب فيما يعرف باسم النيرف بلوك. تخدير العصب. النيرف بلوك اللي هو اغلاق مسار الالم من بدايته، من بدايه التوصيله العصبيه نفسها. تمام كده. في القيصريه انتشر الترم اللي اسمه ترم تابلوك. تابلوك ده تخدير الشبكه العصبيه دي في مكانها في وهي موجوده ما بين العضلات في الجدار السطحي للبطن. وده كان بيدي كفاءه عاليه. التطور بقى اللي احنا عملناه او التطور اللي هو بقى اللي بيدي مور افكتيف انالجيزيا، ان مع تطور اجهزه السونار والتدريب المستمر والحالات الكتير بقينا نقدر نوصل للشبكه العصبيه دي في العضلات العميقه للبطن. الوصول ليها اصعب، محتاج تدريب اكتر، محتاج اجهزه سونار ادق، لكن بيدينا ميزه هايله جدا ان الانالجيزيا مور بوتنت مور افكتيف، تخدير اكثر قوه. اكثر قوه في ايه؟ في حاجتين. الحاجه الاولى يعني نوع الالم اللي هو بيسكنه. التاب لوك ده كان بيسكن الالم في الجرح السطحي للبطن.
الكيو ال او الكوادريتس لامبورم، البلوك اللي انا بقول عليه اللي هو في العضلات العميقه للبطن. كوادريتس لامبورم دي احدى عضلات منطقه البطن. بالظبط كده زي ما حضرتك قلت، احدى عضلات البطن. اصل الناس فجاه لقت كوادريتس لامبورم دخلت في الحوار، فلازم اقول لهم دي عضله يا جماعه، عضله ماشي جنبها الاعصاب، عضله عميقه بنقدر نوصل لها. فلما الالم بيتخدر ما بيبقاش بقى الالم بتاع الجرح بس، لا ده الالم كمان بتاع انقباضات الرحم اللي ممكن يحصل في عمق البطن بناخد جزء كبير منه. فبقى كمان يعني مور بوتنت، يعني مسكن اقوى، يعني بالتالي بقى اكثر كفئا في تسكين الالام. ياخد الالم السطحيه والالام العميقه كمان. طبعا لازم الناس تفهم انه في الم سطحي والم عميق. الالم السطحي اللي هو البين والتمبريتشر، مش كده ولا ايه؟ الالم السطحي نقصد بيه الم الجرح نفسه، الرحم الداخلي اللي هو جرح فتح البطن من بره. الالم العميق الالم بتاع انقباضات الرحم. تمام. يعني في ناس كتير كانت بتعبر بتقول انا مش حاسه بحاجه خالص، بس حاسه بمغص في بطني. حتى المغص ده كمان مع التكنيك الجديده بقى اقل كتير. سؤال كلاسيكي بقى، يعني هنبدا برضو في حوارنا، سؤال اللي هو هل ممكن يكون في موانع تخلي القيصريه بدون الم؟ لا تقول لها لا انا هعمل لي قيصريه بس مش بدون الم، ولا اي قيصريه؟ انا بتكلم على قيصريه بدون الم، ما بتكلمش على القيصريه نفسها. أوكي. لان القيصريه نفسها دي قصه ثانيه كبيره، يعني موانع القيصريه دي مش دي قضيتنا، انا بتكلم على قيصريه بدون الم. لا هو الحقيقه ما فيش اي موانع طالما المريضه هتدخل قيصريه، او احنا واخدين الديسيجن ان هي هتدخل قيصريه، واخدين القرار خلاص. واخدين القرار، ما فيش مشكله، فما فيش اي مانع ان احنا نعمل لها يعني تقنيه اللي هي بدون الم. ده بما ان في قيصريه مطلوبه ليها. لكن مثلا يعني الست سنا ما تفرقش بالنسبه لها، اول ولاده، ثاني ولاده، ثالث ولاده، ما تفرقش بالنسبه لها؟ لا هي مش بتفرق خالص، سبيشالي مع دكتور التخدير الشاطر. لان مش اي دكتور تخدير بيقدر يدي، يعني بيختلف معاه طبعا، ان مريضه بتكون اسهل بالنسبه له رفيعه شويه، مريضه يعني تخينه شويه، فانما دكتور التخدير الشاطر ما بيفرقش معاه الموضوع ده خالص، وبيديه في كل الحالات بنفس الكفاءه. لما اجي استخدم النوعيه دي من التقنيات في الولاده بدون الم، هل تخرج المراه من غرفه العمل بوعيها كامل؟ هل تقدر تتحرك فريلي بعد العمليه على طول؟ الحقيقه دي حاجه تانية خالص، بتتوقف على نوع التخدير اللي المريضه اخذته. هو احنا عندنا نوعين كبار من التخدير المريضه المفروض ممكن تقدر تاخدهم، تخدير كلي او تخدير نصفي. الحقيقه طبعا انا ومش انا بس، ده الجايد لاينز في العالم كله بغض النظر عن الممارسات في مصر، يعني بنتكلم على البروتوكولات العلميه الخاصه بالولاده القيصريه في الدنيا كلها. بتقول ان المريضه اللي هتولد قيصري احسن حاجه ليها البنج نصفي، التخدير النصفي احسن بكتير من التخدير الكلي. وده مش عشان الام بس، ده عشان الام وعلشان الرحم وعلشان البيبي، احسن عليها في كل حاجه. هل الجزء الثاني تعود المراه لكامل حركتها وعيها بعد العمليه على طول؟ في التخدير النصفي اللي احنا قلنا ان احنا بنفضله، المفروض التخدير النصفي العادي بتبقى المراه بوعيها، بتبقى طبعا احنا المريضه بتخض، يعني بيبقى نصف السفلي كله متخدر حركه واحساس، وبتبتدي المريضه بتبتدي تحرك رجليها في العادي بعد 3 ل 4 ساعات تقريبا. قدرنا بقى ان احنا نعمل تطوير في الموضوع ده بحيث ان احنا نحقن المواد بتركيزات معينه مع جرعات معينه، بالاضافه الى ان احنا بنعمل تخدير العصب بتاع الاعصاب الحسيه للبطن، خلانا نقدر نخلي المريضه تقدر تخرج من اوضه العمليات بتحرك رجليها. ده مباشره بعد العمليه؟ مباشره، واحيانا كتير جوه العمليه. كويس جدا. هروح بقى لتكرار المساله. ست النهارده عملت حملت بعد كده، المفروض ما تحملش. قول لنا طب الافضل مسافه بين الحمل والتاني تكون قد ايه؟ على حسب هي ولاده طبيعي ولا ولاده قيصريه مثلا، وكل كيس بتختلف. بنقول يعني لو هي سي ساكشن ممكن 3 سنين بين كل ولاده والتانيه تكون فتره معقوله اتليست، يعني وتخلف 2 بكتير يعني 3 كويس، يعني بلاش السبعه بلاش الارقام الصعبه دي. في لا في 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 حتت معينه يعني ربنا يرزق الجميع، بس يعني عشان تعرفوا تربوه ولا ايه؟ اكيد. لا مظبوط، ده صحيح.
نقدر نعمل بقى يعني مثلا عملتها مره تتكرر تاني عادي ولاده بدون قلق مفيش مشكله؟ اتس اوكي okay. هي مرتبطه بتكرار الولاده نفسها، لو المريضه هتولد تاني فمفيش اي مشكله، طالما لا يوجد ما يمنع ان المريضه تحمل وتولد اتس اوكي okay. هي هو بروسيجر مش انفيزيف يعني مش تدخل، احنا ما بنعملش حاجه، ما بنعملش فيها نوع من التدخلات او قطع شيء او بتاع، ده تخدير. لا خالص، زي بالظبط ما حد بيروح لدكتور السنان، زي ما دكتور احمد وضح من شويه، انا اقدر اروح لدكتور السنان كل ما يبقى عندي مشكله واخدرها تاني واخدرها نفس تاني. الفكره بالظبط نفس الفكره، وبيكون دايما الريزلتس بتاعتها كويسه ومور ذان ساتيسفاينج للبيشنت، يعني بيكون اكثر من مرضيه للمريضه بكتير، سبيشالي زي ما دكتور احمد وضح ان هم بيبقوا والدين قبل كده ولاده عاديه. طيب هروح بقى لسؤال علمي كلاسيكي خالص، هل في سايد افكت، في كومبليكيشن، في اي نوع من الويذدرول افكت، ويذدرول بروبلمز تبقى متعلقه بالنوعيه دي من الجراحه؟ برضه الحقيقه ناثينج في الدنيا كلها وزاوية سايد افكتس بالظبط كده، مفيش حاجه في الدنيا كلها 100% بيرفكت، عشان كده جبت لك بكل الاحتمالات سيبت سايد افكت رحت لك والزروه في الدنيا زي ما ليها مزايا ليها عيوب. الحقيقه كمضاعفات بالمعنى المعروف للمضاعفات، انا بعتبر ان اهم مضاعفه ممكن تحصل هي ان ممكن واحده من كل 15 ل 20 حاله ما يشتغلش مع البلوك فيبقى فيلد، فما تحسش بافكت. ده كلام في الكتب، ده كلام في الكتب وبيحصل في الواقع. حقيقي واحده من كل 20 حاله، اي حاجه بتتكتب في الكتب بتحصل في الواقع يعني، بس بتحصل يعني ما نقدرش ننكر بنقول لا ما بتحصلش بتحصل. واحده من كل 20 حاله تقريبا، كل 15 ل 20 حاله تقريبا ممكن الموضوع يفيل، وانا بعتبر ان ده اكبر سايد افكت ممكن يحصل معايا. كويس، دي اول حاجه كومبليكيشن. الحقيقه الالرجي، الالرجي من اللوكال اناستيك دي حاجه فيري فيري رير. الحساسيه نادرة، بس طبعا بتعمل له اختبار حساسية قبلها، هي كده كده حاجة نادرة جدا جدا جدا. هل المرضى اللي عندهم مشاكل في القلب، اللي عندهم مشاكل في مثلا الكبد، فيروس سي، تليفات في الكلى، كل دول ما فيش تعارض خالص مع تقنية النيرف بلوك، اللهم الا المرضى اللي عندهم سيولة. المرضى اللي عندهم سيولة عالية في الدم، وبرضه لو جهاز سونار كويس جدا وفيري ويل تريند دكتور هي كان دو ات، يعني لو حد جهاز سونار كويس وحد متمرن كتير وبيعرف يعملها كويس باحتياطات معينه نقدر نعملها مفيش مشكله. بس طبعا مش تاخد بنج نصفي. احنا بنتكلم على موضوع لا ما بنج نصفي في السيوله ده، دي ده ترايل ما ينفعش خالص، عشان كده قبل البنج النصفي ما يتعمل في اي حته لازم نعرف كويس جدا الانفستيجيشن فور بليدنج التندنسي، يعني نعرف بقى البروثرومبين تايم والاي ان ار، كل الحاجات المتعلقه بالنسف بعد طبعا يعني في بعد لما يبدا العمليه وبتاع وخلصت العمليه على خير والطفل جه، تبدا بقى مرحله لطيفه قوي، الام بقى تبدا تتكلم مع طفلها يعني تحضنه فرحانه، الزوج بيكون موجود. احكي لي الكواليس، انت اكيد بتتابع الاحداث. هي فكره البينلس ليبر او الولاده بدون الم اتاحت بقى للام او خلت لها وقت تفكر في الحاجات اللي فعلا مهمه، ان هي يعني هتقابل البيبي بتاعها وجوزها يكون موجود ويوثقوا اللحظه دي، وفي ناس تعمل فوتو سيشن او فيديو سيشن للولاده. طبعا اغلب الازواج دلوقتي بيحبوا يدخلوا الا لو كانوا بيخافوا، يعني الرجاله طبعا بيكونوا موجودين وبيكونوا سبورت كويس جدا للام. كمان الام ان هي ما بتبقاش شايله هم الوجع، وان هي مطمنه على رجليها بتتحرك في العمليات وما فيش اي مشكله، وواعيه وصاحيه بتقدر تشوف البيبي اول ما يتولد. نعمل لها حاجه اسمها سكين تو سكين، اللي هو يعني اول ما البيبي بينزل كده بنحطه على صدر الام عشان يبقى ايرلي اتاتشمنت يعني ليها. فالموضوع ده بيفرق طبعا كتير جدا حتى في السايكولوجي بتاعت المريضه نفسها، او يعني ما بحبش اقول مريضه، الست الحامل يعني، لان احنا ما عندناش مرضى اكشلي يعني. لا هي مش مريضه في الاخر. لا ديفنتلي. ايه الرساله الاخيره اللي عايز بقى تقولها فيما يتعلق بالولاده بدون الم؟ الرساله اللي تلم اللي احنا قلناه كله. كل ست مقبله على الولاده ان هي ما تخافش من التخدير النصفي، ما تستمعش للاشاعات، لان ده امان ليها وللبيبي وللرحم بتاعها، مقارنه طبعا بالبديل اللي هو التخدير الكلي او البنج الكلي، بالتقنيه الجديده اللي هي بتقدر العيانه تحرك رجليها على طول مباشره، بقيه الام بتطمن ما بتبقاش خايفه بقى من الشلل رغم انه ما بيحصلش، بس حاجه نفسيه، بتحرك رجليها بسرعه، بتبقى ايرلي اتاتشد للبيبي. كمان الستات الحوامل معروف ان عندهم
تجلطات عاليه. ودي من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بالامهات علشان ما يحصلش نزيف بعد الولاده. خلاص ما حصلش نزيف بعد الولاده، لما تبتدي تتحرك رجليها ما تبقاش بقى عرضه للاصابه بالجلطات في الرجل والرئه. فده مفيد جدا ليها، تتحرك بسرعه، وكمان ان شاء الله يعني مع موضوع ان هي بدون الم تمارس حياتها بصوره طبيعيه جدا والامور تمشي زي الفل. تمشي كويس. انتوا نورتونا واسعدتونا، وموضوع اتراكتيف جدا ومن زمان يعني امريكان بيتكلموا فيه والعالم كله بيتكلم فيه، النهارده طرحناه بشكل تفصيلي جدا مع ضيفي العزيزين. اسمحوا لي نرحب بضيفي مره اخرى، دكتوره رغده ابو رايه طبعا اخصائيه جراحات النساء والتوليد واطفال الانابيب، نورتينا يا دكتوره. ودكتور احمد الشال استشاري التخدير وعلاج الالم التداخلي المدرس بكليه الطب جامعه القاهره قصر العيني، نورتينا يا دكتور احمد. شرف لي سيادتك. حاجه جميله جدا ان ست ومعها جوزها يحضروا الاولاد، اليوم جميل جدا في حياه الناس، وشفناه على فكره وهناك في اوروبا بقى بيعملوا الكلام ده حلو قوي قوي. يعني في فيلم جميل جدا بتاع يعني العمل شارلوك هولمز، انا ناسي اسمه، يعني عمل فيلم رائع جدا عن رحله واحد مش عارف يروح لمراته يلحق الولاده بتاعتها، ووصل على ساعه الولاده بالظبط، لف الولايات كلها، وفيلم كوميدي يعني، بس اللقطه اللطيفه انه كان مصر انه يحضر الولاده، لازم الحق حضر الولاده وحاضر. فاكر الفيلم ده؟ مراته هتديت له لو ما حضرش. لا يعني السينما بتوثق اللقطه دي بطريقه جميله جدا. احنا بنوثق حاجات كتيره، بنوثق خناقات الشوارع والبلطجه، يعني نخف بقى من الحاجات دي شويه ونلتفت للحاجات الانسانيه الجميله في حياه الناس، نعلمهم. ما هي السينما اللي علمت الناس دي كده، علمتهم ازاي يقف جنب مراته ويجري يلف ويروح الدنيا كلها. اتفرجوا على الفيلم جميل جدا، اسمه مش عارف ايه جونيور، انا ناسي اسمه اللي عامل شارلوك هولمز، هنفتكره ان شاء الله. بذاكر بقى ساعتها. خليكم دايما مع الناس الحلوه. الدكتور علاء ادريس استشاري الجراحه العامه وجراحات تجميل الاعضاء التناسليه جامعه الازهر. أكبر وأخطر المشكلات في حياتنا هي المسكوت عنها أو اللي بنتعايش معاها رغم ما تسببه من أذى نفسي أو تدمير تدريجي لحياتنا الاجتماعية. زمان كان التجميل يعتبر رفاهية قاصرة على طبقات اجتماعية محددة، وتجميل المناطق الحساسة والحميمية في جسم المرأة كان لوقت قريب من المسائل الشائكة اللي بتتردد كتير من السيدات في مواجهتها بسبب الخجل أو لأسباب نفسية أو لموروثات ثقافية أو لاعتقاد البعض إنه لا يوجد حل للمشكلة. لكن مع الوقت ومع زيادة الوعي وتطور التقنيات العلمية اتكسرت الحواجز دي ولا زالت تنسحب لصالح استقرار الصحة النفسية وتعزيز المظهر وزيادة الثقة بالنفس من أجل حياة خالية من التشوهات. أهلا بكم. النهاردة موضوع علمي مهم جدا، والحقيقة إنه موضوع شائك لأن إحنا في مجتمع شرقي لنا قواعد الحياء يحكمها بلا شك، لكن عندما نقول لا حياء في العلم برضو ينبغي أن نراعي لا هناك حياء في العلم، يعني وإحنا بنتكلم في العلم لازم يغلف الحوار العلمي بالحياء. لكن عندما يتعلق الموضوع بمشاكل تعاني منها المرأة بعد تكرار ولادات، بعد مشاكل خاصة بهذه الولادات مثل مثلاً شق العجان في بعض الولادات عندما يكون هناك انسداد أو obstructed labor، شبه مشاكل في إخراج الطفل، هذه المشكلات الطبية ينتج عنها تغيرات قد تكون مزعجة جداً بالنسبة للمرأة أو للزوجين. هنا تتدخل المنطقة العلمية، يتدخل العلوم الطبية لتصحيح هذه المشكلة، وهي ما يسمى بعلم التجميل الجراحي للأعضاء التناسلية. هذا العلم تطور في السنوات الماضية تطور كبير جدا، وصل إلى نقدر نقول يقترب من أنه يصل إلى المكانة وذروة التقدم العلمي المأمول. إحنا دايما بنبقى بنبص لأي فرع في الطب عندما يتقدم نظرة الأول اللي هي بيسموها نظرة
الباحث والمدقق هل هو وصل للمرحلة المأمولة؟ هل التقدم العلمي في البرانش ده في الفرع ده بيرضينا معشر الأطباء ولا لسه؟ يعني مثلا على سبيل المثال الخلايا الجذعية ما زالت تحت التجربة في نطاق معين في الطب. مثلا على سبيل المثال التعامل مع مشاكل الشبكية وزراعة الشبكية وإلى آخره لسه تحت التجربة، محدش يقدر يقول أنه وصلنا فيه إلى نتيجة مأمولة. لكن في مشاكل المرأة الجراحية تناسلية وصلنا إلى منطقة ناحية التجميل إلى منطقة مرضية للغاية وأيضا ذات نتائج جيدة. جيدة لمين؟ المرأة عشان تحس بثقتها بنفسها، وللزوجين عشان البيت يكمل. لأنه كتير حتى في أمريكا عملوا دراسة لأنه 50% من السيدات عندهم مشاكل فيما يتعلق بالمنطقة الأنثوية، 50%، وأنه كتير منهم المشاكل دي بتوصل لمرحلة الانفصال عن شريك الحياة اللي هو في أمريكا. قد يكون الزوج بوي فريند هناك عندهم تحرش شوية، لكن أنا بتكلم على أنه الست بتصل إلى مرحلة قد تفقد الثقة في نفسها، وده بينعكس بالسلب على كل حياتها. زي ما قلت لكم الجميل بقى ان برانش تجميل الاعضاء التناسليه النسائيه وصل الى مرحله مقبوله ومرضيه للغايه من ناحيه النتائج ومن ناحيه الارضاء للكلاينت البيشنت. النهارده حوار في منطقه مهمه جدا، وزي ما قلت لكم حوار بين ضفتي الاتقان العلمي والحياء الشرقي اللي اكيد لازم يتسم به اي نافذه اعلاميه في مجتمع شرقي زي مصر. ضيفي العزيز القيمه العلميه المتميزه الاستاذ الدكتور علاء ادريس، استشاري الجراحه العامه وجراحات التجميل الخاصه بالاعضاء التناسليه. اهلا بيك دكتور علاء، بيمنورني وسعيد جدا بزيارتك. الله يخليك. عايز ابدا الاول في المشكلات العلميه، المشكلات التي تعاني منها امراه ما في الفاجينا. اولا حضرتك تعلم انه بعد فتره من الزواج او تقدم في السن بيحصل ترهل في منطقه العانه، خلينا في العضو الانثوي بيحصل فيه ترهل، ارتخاء في العضلات. المنطقه دي لها تركيبه من العضلات، في عضله تسيطر على مجموعه العضلات دي بالكامل. تطور الجراحه في التجميل وناحيه الجسم كان يجب انه يحدث معاه نوع من التطور في جراحة الإحساس نفسه. يعني مش ممكن أوصل السيدة بجسد منحوت كويس جدا لكن إحساسها مش موجود، فكان لازم يحدث فيه تطور. طبعا حدثت طفرات في الموضوع ده واستخدموا الليزر فيه، وكان ده الاستخدام الليزر في المنطقة دي كان جريمة، لأنه الليزر عبارة عن درجة من درجات التردد الحراري اللي بتسبب انكماش للأنسجة فتفقد الإحساس. المنطقة دي إحساسها كله مبني على مجموعة انقباضية من العضلات بسموها ريزميك كونتراكشن، ده بيوصل الإحساس الجيد للست أو السيدة والزوج. استخدام الليزر كان بيسبب عجز في المنطقة دي وبيفقدها الإحساس وبيحولها إلى بسموها ريجيت تيوب، آلة وليس إحساس كامل. فكان المفروض إن احنا نقدم جراحة، وكان التفكير من بدري إن أنا فكرت في الجراحة دي من بدري، إزاي نقدم جراحة في المنطقة دي بعيدة عن حكاية إن أنا استخدم سقف البدن الخلفي كجراحة للموضوع ده، لأن سقف البدن الخلفي إن لم يكن واجب إن أنا هشتغله فما فيش داعي إن أنا أشتغله. يعني أنا هشتغل سقف بدن خلفي كامل وأخد مجموعة العضلات بالكامل أقفلها، فأنا بعمل تليف في المنطقة دي بسبب آلام. المنطقة دي بالكامل بيتحكم فيها عضلة اسمها البالبو كافيرنس ماسل، فكان الفكرة إزاي أشتغل على العضلة دي بجراحة بسيطة جدا. من حسن حظ إن أنا أكون موجود مع حضرتك النهاردة ونتكلم عنها وقد إيه هي مهمة جدا ومفيدة في حاجات مش مجرد اللي هي العلاقة الزوجية الحميمة، ده هي مفيدة للسيدة. أولا فكرة أن أنا ما تدخلش وأشيل جزء من الميكوزة المغلفة للعضو الأنثوي، أنا ما بشيلش جزء من الغلاف المغلف ده الداخلي، فده مفيد للسيدة في السن الكبير ما بيعملش تليف. النقطة أن أنا بشتغل من خلال 2 سنتي على العضلة ديت من خلال اللوب الجراحي، بيظهر للعضلة ديت، بقفل العضلة دي من خلال غرزتين في جزء ما هواش حضرتك. العضله ديت ليها تركيبه 3 اجزاء، جزء وتري وجزء عضلي وجزء وتري. الجزء العضلي اللي بيسموه الجزء النشط، الجزء الوتري اللي تحت واللي فوق. الجزء الوتري اللي تحت ده اللي بيتم فيه الربط،
وهنشوفه دلوقتي في الصوره، ده ما بيحصلش ريكارنس، يعني الجراحه دي ما بترجعش تاني، لو عملته الجراحه دي ما بترجعش تاني. هنا الجزء الوتري واضح تحت مكشوف خالص، وده من خلال فلاب 2 سنتي. نشوفه الجزء ده بعد ما اتقفل، باخده من خلال غرزتين بيتقفل الجزء ده، بيعمل لي حاجه اسمها تايتنج. طب العضله ديت بتشتغل ازاي؟ العضله ديت عشان تشتغل بالب كافيرنس ماسل، شغلها في الراجل غير الست، وهي موجوده هنا موجوده هنا. شغلها في السيده ان انا اعمل لها تمدد. طب حضرتك لو في ارتخاء مش هيحصل تمدد، هو في ارتخاء. امتى يحصل الارتخاء؟ برضو قلنا لو حصل ولادات، لو حصل وزنها زياده وخست، فبيحصل ترهل في المنطقه دي. العضله دي عشان تشتغل لازم يحصل لها تمدد. لو في ارتخاء فيها مش هيحصل عمليه التمدد. ولذلك وصلت العلاقه الزوجيه، يعني في 45% فعلا سبب الطلاق ان العلاقه الحميمه ما بينهم مش منضبطه. وبعض السيدات او الرجاله كان يجي يقول لي مثلا انه العلاقه ما بيننا مجرد اداء واجب، انا ما عادش عندي اللي هي الرغبه او اشباع الرغبه او المتعه فيها. فكره كانوا يستخدموا ليزر عليها قبل كده، طبعا الليزر ده كان مدمر ليها وكان بيحولها لريجيد تيوب، او ان انا ادخل اخدها بوستيرو كولبوريا في كامل، ان انا اشتغلها كسقف بدن كامل، ده بيسبب مشكله كبيره جدا، بيعمل تليف ويسبب الام. الجراحه دي ما بتسببش الام، كويسه جدا بسيطه، والحمد لله ان احنا في مصر، انا الجراحه دي مسجله باسمي دوليا، انا الوحيد ويمكن في المجله فاجينال تايتنج سيرجري نيو تكنيك. طبعا عشان ادخلها الكلام ده، طبعا كان في لجنه علميه اشرف عليها رئيس قسم جراحه، رئيس قسم التشريح الاستاذ الدكتور عبد المنعم حجازي، اشرف عليها قبل وفاته دكتور رئيس قسم النساء جامعه الزقازيق دكتور امين فهمي، استاذ دكتور امين فهمي، اشرف عليها بعد الدكتور امين فهمي دكتور وليد عتمان. دول كانوا مشرفين تقييم العمليه، لان احنا كنا بنقارن البصير الكولبورا في بيها. افادتها بقى ايه؟ البصير الكولبورا في اللي بيشتغل على الجزء الخلفي الفيتور ايناي بالكامل، مجموعه العضلات بالكامل. مجموعه العضلات العمليه في العضلات كذا طبقه، كذا طبقه. في العمليه القديمه اللي هي بتشتغل على كل الطبقات بتاعه الحوض. انا بشتغل على الجزء السوبرفيشال بس، الجزء السطحي، السطحي من العضلات. وده بيسموه البيس ميكر، ده الباسورد اللي هي هتشوف بيه، يعني ده اللي بيحس الاحساس كامل وبينقل الكونتراكشن الوحيده فيه. يعني لو حصل فيها، هي الكونتراكشن فيها بيحدث بالتمدد. الكونتراكشن الواحده فيها تعمل 8 كونتراكشن في الماسل بتاعت البرينيال بلفس بالكامل، تعمل 8، فبتعمل ريزم الكونتراكشن. فعدم الاحساس، فقدان الاحساس او الترهل فيها بيفقد وصول النشوه الجنسيه للسيده. وبالتالي فقد الشيء اللي يعطيه. هنا بتتحول العلاقه ما بين الزوجين الى علاقه اداء واجب واستمرار في العلاقه عشان الاولاد، لكن واحيانا ده يفكر في زوجه ثانيه، يعني احيانا الزوج يفكر في زوجه ثانيه لعدم ارضاء الرغبه الجنسيه ما بينهم. العلاقه الحميمه غير منضبطه. فكره ان احنا نعمل جراحه زي كده، العمليه دي بتتعمل بمخدر كلي ولا مخدر موضعي؟ لا، بمخدر كلي او سباينال او ابيديورال. يعني نصفي او كلي. نصفي او كلي. بندخل الجراحه بتتم في جسم العضله، في العضله نفسها، ولا بتتم على مستوى الاوتار؟ الجراحه بتتم اولا، بفتح بيسموه الفي شيب، مش اليو شيب بتاعت البوستيريو كولبوراف، انا بفتح في شيب، لان طريقه الفتح الجراحي شبه حرف الفي، الفي شيب. انا عندي لو حصل ترهل، منطقه البرينيه ما بين الفاجينال اورفيس والانال اورفيس، المنطقه دي ولتكن 2 سنتي، بتوصل لسنتي وممكن توصل لنص سنتي. هنا اعرف العضله فكت. فانا بفتح الفي شيب، بتظهر لي التندونس بارت بتاع العضله نفسه، هو اللي بيظهر وهو اللي بشتغل عليه. اقفله، بفتح الفي شيب عباره عن 2 سنتي و2 سنتي بخيوط رفيعه جدا بيسموها انفيرتد سوتشر، وديت ما بتعملش اي مشاكل، يعني ما بتعملش اي مش يعني مع الست ما عندهاش اي مشكله، لا تعرضت لجراحه كبيره. وبيسموها انت عارف حضرتك ان الوتر بلادليس فيلد، الوتر بلادليس، فما بيحصلش ريكارنس بعد العمليه دي. طبعا بتفيد في ايه بعد كده؟ اولا افادتني في العلاقه الزوجيه كويسه جدا، افادتني ان انا السيده اللي شكلها جميل ديت اصبح مضمونها كويس. المهم الحاجة التانية إن أفادتني، أنا ما استأصلتش جزء من الميكوزا، وده مهم جدا، ما استأصلتش جزء من العضلات
لانه انت عارف في البوست منيبوزل بعد سن الياس بيحصل نوع من التليف في المنطقه دي ويحصل استينوز. انا ما استأصلتش اي جزء من الميكوزا سليمه العضله بس، فبتقفل العضله ديت بتشبه استك قفلته. دايما الست بتعاني من المشكله دي ومعاها مشكله سلس البول، هل نوعيه دي من العمليات تفيد حاله سلس البول؟ يمكن انا ذكرت لحضرتك في البدايه ابحاث الدكتور احمد شفيق كانت في المنطقه ديت على سلس البول، كانوا بيستخدموا العضله دي لسلس البول. يقفل يعمل تراكشن للعضله فتقفل بتقلل سلس البول. وعين سلس البول بيجي انا عندي في حاجه في النساء بيسموها السيستوسيل، بيبدا درجات فيرست وسكند وسير. الفيرست يحصل الترهل، لو قفلت الترهل انا مش جاي للسكند، يعني لو ما عنديش الفيرست انا مش جاي للسكند ولا السيرت. فبتوقف وبتقلل جدا سلس البول او بيسموها الستريس انكونتيننس عند السيدات. لها اثر جامد عليه. السلس البول مشكله قد تبدا في سن مبكر برضه، تعمل النوعيه دي من الجراحات فيها؟ ما بتبداش، لا سلس البول بتبدا في سن كبير وبيحصل فيها نوع من ارتخاء كامل للعضلات. وهي حتى السيده تقول لك انا بيطلع، يعني احيانا ما بقدرش اتحكم، احيانا نقطه. وده بستات كتير بيتكلموا فيه عشان الوضوء والصلاه بالذات، يعني بتطلع مني نقطه. فده بيحصل نتيجه ترهل ليه سن ما بيحصلش في السن الصغير، يحصل في السن الكبير. واحنا بنتعامل مع الحوض في طريقه لاستكشافه، لاستكشاف الحوض، استكشاف مشاكله. فكره استكشاف الحوض ده ذكرت في ابحاث علميه وبيقيسوا درجه قوه العضلات بتاعه الحوض. انت عارف حضرتك للمنطقه دي ليها تمرين بيسموه الكيجل اكسرسايز، والغرب عامل التمرين ده من زمان عشان يقوي المجموعه دي من العضلات، سواء عند الراجل او عند الست، لان ضعف العضله ديت له اثر سلبي على الراجل عنده هو شخصيا. بيعمل حاجه بيسموها التسرب، في الانتصاب يحصل له تسريب فضعف. فعملوا حاجه رياضه خاصه بالمنطقه ديت، الرياضه ديت اللي هي الكيجل اكسرسايز، عمليه بتقوي مجموعه العضلات دي. الكيجل اكسرسايز بيبداوها من سن صغير جدا، تدرب عليها الناس زي اليوجا، ليها تدريب خاص الكيجل اكسرسايز دي. ديت بتقوي مجموعه العضلات فما يحصلش فعلا الدن العضله دي قويه بالكنترول بتاعها كامل. هي العضله دي بيحصل ترهل بسبب ارتخاء او وزن زياده وخس، او ارتخاء نتيجه الحمل. حضرتك عارف ان الحمل بيضغط على الليجمنت بالكامل فيحصل ارتخاء في مجموعه العضلات دي. فالكيجل اكسرسايز ده مهم جدا. في غير الكيجل كان دي بيتعمل. اساليب ممكن تعمل بس مش في الحالات العنيفه. لا مش في الحالات العنيفه. الكيجل اكسرسايز لا يستخدم في السن الصغير. اللي ما عندوش اصلا يعني الكيجل اكسرسايز ممكن يعالج لي سلس بول. وبيمنعه، يعني بيمنع سلس البول بس. عضلات الست بتعمل كونتراكشن او انقباضات لعضلات الحوض. انقباض عضلات الحوض فكره ان انا اثناء التبول اعمل كنترول عليها، ازاي اوقفه؟ ده الكيجل اكسرسايز او ده مفهومه العام. ازاي اثناء التبول اوقف التبول؟ ده الكيجل. بتعمل انقباض عادي وهي في اي مكان. بتعملها وهي قاعده على الكرسي. وهي قاعده. ازاي تتحكم في العضلات دي؟ بتتمرن عليها وهي صغيره في السن عشان ما يحصلش ليها ترهل وما يحصلش سلس بول، ده تمرين وهي صغيره. ما ينفعش بعد ما حصل الكيجل اكسرسايز مش هيديني نتيجه زي التدريب عليه من الاول. ناس كتير او ستات كتير بيبقى عندهم المشكله ويتاخروا في التعامل معها. مثلا ممكن الحاله تيجي متفاقمه شويه، تنفع عند الجراحه برضو في الحالات اللي بتكون وصلت الى مرحله متقدمه من المشاكل. لا انا كنت بقابل ناس يبقى عندها حرج في العمليه دي انها جايه تعملها. لدرجه في ناس مثلا، يعني انا كان نفسي ادرب، يعني اتولى تدريب مجموعه طبيبات على الجراحه ديت عشان يشتغلوها. وسواء كان في دول الخليج او عندنا في مصر هنا، تدرب طبيبات ازاي تعمل الجراحه دي لانها بسيطه جدا. وانا ممكن اتبنى موضوع زي ده وادرب طبيبات ازاي يعملوا الجراحه دي وسهله بسيطه. وكان اول اجرائي ليها كان لطبيبات. يعني انا في اسماء كان اول اجرائي والبحث نزل كان طبيبات اللي طلبوا مني اعملها. وكان ده بالنسبه لي كان مفيد جدا، لان الطبيبه كانت بتديني معلومه مهمه جدا. امتى هتمارس حياتها؟ وايه اللي بيحصل بعد كده؟ فكان مفيد. نسبه نجاح العمليه تكاد تكون يعني ايه، هقول لك 99% يعني الا حالات السكر او حصل انفكشن. ديت حاجات حاجات خارق، يعني حالة عندها سكر او حصل انفكشن او عدوى نتيجه نقص المناعه الموجود. نقص المناعه اللي موجود. انما فكره ان السيدات يعملوها هي عمليه بسيطه، يعني مش لازم تروح، فكره مش لازم تقول انا رايح اعمل عمليه، هي كانها بتعمل بواسير.
عمليه بسيطه جدا يعني، في خجل من السيدات انها تفكر تعملها او حاجه زي كده، لكن كتير عايز يعملها. الدكاتره والاطباء اللي عايزين يقروا عن يقروا في يدخل يبحث، هو البحث موجود على جوجل بالمجله العلميه بالنشر الدولي، فاجينال تايتنج سيرجري نيو تكنيك، على ادريس مسجل باسمي، فيدخل يشوفها على المجله ويقرا التقنيه بالكامل. ويعني فكره برضو تعليمها للشباب، او ان احنا هو فكره تعليمها للشباب، انت عارف حضرتك في تقنيه، انا وانا بعمل تراكشن اصلا عشان اعمل عمليه الاوبننج للفاجينا ما اخدش معايا العضله بره، دي تقنيه يعني، حاجات لازم اشتغل على حاجات معينه، فلازم يحضر ويشوفها وازاي بنطلع العضله دي، يعني ازاي بنطلع العضله ديت بالتفصيل، ولازم تشتغل على العضله ما اشتغلش على ميكوزا، ولازم الفيلد عندي يبقى بلاد ليس فيلد، ما ينفعش يبقى بلادي، فله فتره ازاي تتحضر السيده ما يبقاش في انفكشن، ما تبقاش قبل او قريب من الدوره عشان ما يحصلش انفكشن، عشان ما يحصلش عدوى، لازم يكون لازم تاخد مضادات أفضل حيويه افضل افضل وقت لاجراء الجراحه ديت انه يكون بعد انتهاء الدوره بخمس ايام. فعلا بيكون ما فيش منطقه البرينيوم اصلها كلير نظيفه، وتقعد الدوره ما تجينيش بعد العمليه لمده على الاقل 10 ايام عشان يحصل لي فعلا هيلينج كويس. ففكره اعداد الحاله، واولا هو مش فكره انك تشوف الجراحه وتشتغل، انت لازم تقرا الاناتومي وتقرا الابحاث وازاي الاسترتش ريفلكس بيشتغل هنا، وازاي الابحاث يعني ايه المتعلق بيها عشان ادخل اشتغل الجراحه ديت وانا عارف انا هعمل ايه، مش همسك ميكوزا. يعني في الهند كانوا بيشتغلوا يجيب الميكوزا وممكن يقص جزء، الميكوزا هي الجزء المغطي للعضله او يقطع جزء بالكامل بيسموه البايكونيكال شيب، يعني يشيل جزء بالكامل ويقفل، فهو شال جزء من الدايره عشان يصغر الدايره، فطبعا ده خطر لانك شلت الجزء الوتري. وحضرتك تعلم ان منطقه البرينيوم مرتبطه بالكوكسجيال، يعني بتتعلق من عند الكليترس المصل دي، تنزل لحد البرينيال، تلف بالإينال إكسترنال إينال سفنكتر لحد الكوكسيجيس، فدي منطقة مرتبطة. لو قطعت هنا دي فصلت عظمة اللي هي عظمة الذراع الخلفي أو مؤخرة العمود الفقري، العضلة دي بتنزل من عند البزر باللغة العربية لحد عظمة لحد مؤخرة العمود الفقري، أي بتر في المنطقة دي فصلتها. هذه المشكلات اللي تحدثنا عنها النهاردة يكون مسكوت عنها تماما، لا الرجل يتحدث فيها ولا المرأة تتحدث فيها، ويصير نوع من التبلد النفسي بينهم، لأنه خلاص مفيش حوار، والراجل ممكن يكون بدأ يشوف له شوفة، ممكن فخلاص مفيش حوار تبدأ المشكلات. وأصعب شيء في الدنيا إن الست تفقد الثقة في نفسها، فيش أصعب من الست تكون مكسورة قدام نفسها. أنت نورتني النهاردة وأسعدتني بهذا الحوار العلمي المتميز للغاية، و ربنا يبارك في سيادتك، كونجراتيليشن طبعا على كل الأشيفمنت الرائعة دي وكل الحاجات العلمية المتميزة. أنا سعيد جدا. لا لا أنت نورتنا النهاردة وأضفتنا ناحية علمية محتاجة تنوير أكتر وأكتر، نورتنا دكتور علاء. الله يخليك دكتور، ضيفي العزيز الأستاذ دكتور علاء إدريس استشاري الجراحة العامة وجراحات التجميل والأعضاء التناسلية، كان في واحدة من حلقات الهامة جدا. أعيد وأكرر إن إحنا ملتزمين ومطالبين بالتوضيح العلمي، لأنه هذه المناطق العلمية أو هذه المناطق الإشكالية اللي بتعاني فيها المرأة من مشكلات أحيانا تسكت فيها، أحيانا تذهب إلى غير المتخصصين للبحث عن حلول، وهنا تكون الفاجعة، وهنا تكون تفاقم المشكلة. فإحنا مطالبين إن إحنا نثقف الناس ونفهمهم، بس تحت مظلة الحياء، لأن إحنا في مجتمع شرقي ودايما الاحتراف إن أنا أخرج المعلومة ولكن بدون البحث عن نوع معين من أنواع الأتراكتيفيتي أو الجاذبية المشاهدية المبنية على مثلا الحوار مش منضبط. الحياء مهم والعلم مهم ومزجهما وارد جدا جدا في أي حوار إعلامي. خليكوا دايما مع الناس الحلوة. الدكتور هشام العزازي أستاذ علاج الألم التداخلي جامعة عين شمس. أهلا بكم، النهاردة يوم مهم جدا جدا، وموضوع الحقيقة واسع الانتشار
شديد الأهمية الألم. احنا هنتكلم النهاردة عن ألم، وألم أسفل الظهر وألم الظهر. يعني مين في مصر يا جماعة ظهره ما بيوجعوش؟ احنا بنعمل حاجات بظهرنا أو بنعمل حاجات ممكن تضر الظهر كتير قوي، منها الوزن الزيادة، ده من أكتر حاجات. حاجات تانية بقى كتيرة بقى، عد معايا. أولا وجدوا أن استخدامات الموبايل وطرق التكلم في الموبايل ممكن تضر الظهر جدا، خصوصا الناس بقى اللي بتميل تلاقيه قاعد بيتكلم في الموبايل عامل كده، مثلا هو بيشتغل وبيكتب وحط الموبايل. فيعني احنا ناس مفتريين في التعامل مع الموبايل. حاجة تانية الغريبة جدا، غسيل الأسنان وغسيل الصحون. الست اللي بتشتغل الميل اللي قدام ده أثناء غسيل الأسنان لقوا انه مضر للظهر، وبرضو غسيل الصحون واللفة بتاعت ان انا بغسل وبنقل واشيل بقى حاجات كتيرة طلعت مضرة جدا للظهر. برضو تخزين ورفع الاشياء في البيت لقوا ان الستات بيعملوا زي اخونا دوت وغيره وغيره، بيشيل حاجات، يشيل كرسي مش عارف ايه، يخزن بضايع، طبعا دي في منتهى الخطورة. حتى برضو اللي عجبتني قوي وضع الولاد الصغيرين جوه العربية، الميل والتوطية وحركة، يعني برضو دي مش عارف لها حل. لأنه أنا لما الأم أو الأب يجي يدخل ابنه جوه العربية هو بيوطي وبيميل وبيعمل حركة عايزة لياقة بدنية وقوة عضلية خاصة جدا، فده ممكن يضر له ظهره جدا. وبرضو غسيل النوافذ بيضر، لأنه أكيد في حركة تحتاج توطية وميل وبندنج وبتاع والكلام ده كله. في النهاية مش بس دول، ناس كتير قوي ظهرهم بيوجعهم، طيب عندهم ديسك، عندهم مشكلة. في العالم دلوقتي علم مهم جدا بقاله سنين طويلة موجود، وفي مصر برضو وناس كتير ما تعرفش عنه حاجة، اسمه علم علاج الألم. ده مهم قوي طبعا بعد التشخيص، نحن أطباء بيهمنا جدا التشخيص، لكن علم علاج الألم ده هنفهمه النهاردة من واحد من رواد هذا العلم، واحد من الكبار على المستوى المصري والعربي والإقليمي. أنا سعيد جدا بحوار من طراز رفيع مع اسم كبير في علم كبير، علم علاج الألم ده علم خطير جدا ومهم للغاية ومتنوع للغاية. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي بكلية الطب جامعة عين شمس، الاسم الكبير والرائد القدير لهذا المجال. أهلا بيك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بيك. كل الناس ظهرها بتوجعها، كثير من الناس، إحنا بنسيء استخدام ظهرنا صح؟ ده حضرتك بتقول مقدمة رائعة. ربنا يخليك. وأضيف عليها الجيم. بيجي لي ناس يعني شباب وبيلعب جيم، وليه بيلعب الجيم غلط، مدرب مش فاهم يخليه يشيل اثقال غلط، دي بقت منتشره برضو. فطبعا الام الظهر دي والرقبه والموبايل، حضرتك قلت برضو الموبايل، الحاجات دي مهمه جدا. انا ليا تجربه في الجيم دي لا انساها. لا انساها. اقول لحضرتك اللي بيحصل في الجيم ايه. رحت مره وانا يعني بلعب ملاكمه، بس مش راجل كبير، مش صغير في السن يعني، فروحت اتمرن في جيم من الجيم، جيم مشهور قوي. دخلت على جهاز رفع اثقال بيحط فيه الاثقال. فلقيت واحد هو اقل ما يتقال عليه ان هو ما بين البشر وما بين الكائنات الفضائيه، حاجه اطول مني وانا طويل ضخم، وادي اربع مرات وكله عضلات، يعني بطل، يعني واضح ان ده بطل مصر او بطل العالم في كل حاجه يعني. داخل بتمرن على نفس الجهاز اللي انا بتمرن عليه، وقال لي جمله لطيفه، قال لي يلا 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 يا ابو الكباتن مع بعضينا. فانا طبعا ايه يعني، انا برضو ايه الحمقه، حط 500 حاجه كده وبدا هو يشيلها، وقال لي يلا عاش. ادخل في منتهى الخطوره طبعا. انا اتخورت وحبيت ان انا اشوف، قلت يمكن اعرف اشيلها، ما عرفتش احركها. قلت له عاش انت، عاش وربنا انا جالي خليك لينا يا باشا. الشهر اللي فات طفل 15 سنه وعنده اكيوت ديسك، ديسك حاد 15 سنه والناس محوله دكتور مخ واعصاب، بعدين قالك هعمل له عمليه ازاي، ده 15 انفجار في الديسك، يعني انفجار في الديسك من شيل غلط. يعني برغم ان هو في السن ده يعني لسه الغضاريف المفروض ما يشتكيش من حاجه. ولا هو حاجه مهمه جدا، اعداد غلط، شيل غلط، موبايل غلط، نومه غلط، اسباب كتيره تخلي الديسك يظهر في الرقبه وفي الظهر. سؤالين مهمين قوي، التخصص علاج الالم التداخلي هذا هو صحه العالم الان، السؤال الاول. السؤال الثاني، نوع معين من الالم مهم جدا هو الم العمود الفقري. انا عايز حضرتك تشرح لنا السؤال الاول والثاني. علاج الالم ده علم جديد نسبيا في الطب، كانوا كان زمان كل تخصص يعالج الالم بتاعه، دلوقتي لا،
بقى الألم وبالذات الألم المزمنة بقى ليها دكتور مخصوص يعالجها. الألم بيتنقل عن طريق الأعصاب، فشغل علاج الألم التداخلي العمل على الأعصاب الملتهبة اللي فيها اللي بتنقل الوجع. بنعالج بقى آلام العمود الفقري، الصداع، آلام الحزام الناري، آلام تانية كتيرة جدا، آلام الكانسر بأنواعه، آلام المفاصل، وأشهرهم يعني أقدر أقول إن 50% 60% من مريدي أو اللي بيروحوا لعيادات علاج الألم علاج عمود فقري، وبالأخص المنطقة القطنية اللي هي أسفل الظهر. إزاي نشخص المشكلة؟ هو أي ألم يجي عند واحد في ظهره أو في رقبته الطبيعي إنه يقول أنا هعمل إيه؟ هعمل أخذ مسكنات، يروح لأي صيدلي وياخد مسكن. يوم يومين ثلاثة وضع طال لازم يروح لدكتور. الدكتور بيبقى فيه اختبارات بيعملها يقدر يعرف والله انا ارفع رجليك، اختبارات بقى عديده يعني للوصول لسبب الالم ايه. اغلب الناس الالم بيبقى سبازم عادي في العضلات نتيجه قعده غلط، نتيجه أفشل. سواقه لكن الموضوع بيتطور افشه في العضله، سبازم يعني افشه في العضله، سبازم في العضله افشه في العضله. بعد كده تلاقي ان هو لا لازم نعمل بقى فحوصات، ده الالم مستمر مش قادر يروح، في تنميل. وصف الألم مهم جدا ومكانه، هل هو في ظهره بس ولا ظهره ورجليه؟ فيبتدي لما يروح لدكتور متخصص يبتدي يطلب منه أشعات. الأشعات اللي بنحبها جدا أشعة العادية، نمرة واحد، نمرة اتنين أشعة رنين مغناطيسي. رنين مغناطيسي مستو عن الأشعة السي تي أو بنسميها الأشعة المقطعية، إنه بيبين لي الخلايا والأنسجة الطرية مش العظم، فأقدر أشوف العمود الفقري، أقدر أشوف الغضروف لأنه من أنسجة طرية، أقدر أشوف الأعصاب وخروجها وخروجها من الظهر، هل متداس عليها ولا لا بالتفصيل، فنقدر نكتشف المشكلة. ولكن وهي عيان عمل رنين بقاله سنة ولا ممكن نعيده، ممكن نطلب تاني رنين تاني. إذن هي في الآخر نتيجة كومباينيشن أو يعني اجتماع ما بين تشخيص إكلينيكي وتشخيص بالفحوصات وأهمها الأشعة العادية والرنين. نأتي للجزء المهم قوي بقى في حلقتنا النهاردة، إيه اللي بيوفره علم علاج الألم من أحدث الطرق في التعامل مع مشاكل العمود؟ كان الأول اللي عنده ألم في ظهره ما قدموش غير سكتين، أدوية ومسكنات وقلنا مشاكلها أو عملية جراحية. مش كل الحالات تنفع فيها عملية جراحية، لإما عنده كذا ليفل كذا مستوى، يعني الفقرات القطنية دي لو بنتكلم عليها خمسة، الفقرات العنقية سبعة، فإذا العيان اللي عنده خمسة ليفل أو خمسة مستوى ما هيعمل عملية فين ولا فين ولا فين. أو النوع التاني إن المريض المرض اللي عنده خفيف مش مستاهل إن أنا أفتح ظهره، اذا انا اعرض مثلا زي الطفل اللي بقول لحضرتك 15 سنه ده افتح ظهره 15 سنه عشان اعمل له ديسك، يعني اي حد يمسك الجراح ده هيقول له انت بتعمل جريمه. الحاجه الثالثه الناحيه المرضيه الشديده، يعني عين عنده القلب، عنده الضغط، عنده السكر، تخين قوي مش قادر يستحمل عمليه مفتوحه. ابتدى بقى يخش هنا علم علاج الالم. طب انا اعالج الاعصاب، بتتعالج بجهاز اسمه التردد الحراري. الاعصاب دي ملتهبه متداس عليها منملة مدية ألم في العيان، فبنعمل بإبر بدون فتح ببنج موضعي زي بنج الأسنان بالظبط. الإبرة توصل لحد العصب تحت جهاز أشعة أو جهاز سونار حسب بقى ما بنشتغل إزاي، والإبرة لما توصل للعصب بنشغل الجهاز، يبقى أنا الجهاز ده بيطلع ذبذبات راديو فريكوانسي، ذبذبات راديو بس ذبذبات معينة. الراديو ده تردد صوتي. تردد صوتي يعني ده احدث حاجه ان هو بيعالج العصب ويخليه ما ينقلش الم. وفي منه انواع، نفس الجهاز بيطلع نوعين تو مودز او تو او نوعين مختلفين من الاكشن. ده اشتغلنا على العصب. طب والغضروف نفسه اللي ضاغط ده، لا ده ممكن بقى نشتغل عليه بابره برضو بدون فتح واوصل للغضروف بالابره والمريض يبقى قاعد صاحي.
ونايم على وشه معايا لمده نص ساعه ساعه الا ربع، والابره لما توصل للغضروف في جهاز اللي هو الكوبليشن ده ياكل قلب الغضروف بدون فتح. يبقى انا بدل ما كنت بفتح واوصل للغضروف بالات وقعد العيان فتره نقاهه وعمليه ووقت طويل، لا يعني انا ما اخش بالابره. الابره يمكن حضرتك شايف دلوقتي الابره داخله جوه الغضروف والجهاز بياكل قلب الغضروف اللي هو المنطقه اللي هي بسميها قلب الغضروف اللي هي بتضغط على العصب اللي نازل على الرجليه. العمليه دي كلها تستغرق 45 دقيقه لو كان كذا ليفل، نقول ساعه كذا ليفل يعني اكتر من اكتر ديسك. من مستوى اكتر من ديسك. العيان يخرج من اوضه العمليات اللي هي ساعه قعدها معايا وهو صاحي، وساعات بنشغل اغاني دي حقيقه، شغل اغاني ام كلثوم ده بقى العيان في اوضه العمليات ما بتبقاش معروفه. انا البروتوكول بتاعه ان نبدا الاول جزء القران في الاول وبعدين بعد ما نخلص الوتر بتاعنا الواجب بتاعنا عايزين ندخل لا فيروز لا ام كلثوم. بتشيل التوتر من العين جدا، محدش بس كله مش لا فيروز لا ام كلثوم. وبعدين بالظبط كده، وبعدين العين يقول لي هو انت بتعمل ايه؟ اقول له انت حاسس بوجع؟ يقول لي لا خالص. بعد ما العمليه بتخلص ال 45 دقيقه دول يطلع على اوضته يلبس هدومه ويمشي. يعني حتى ما فيش قعد في المستشفى اكتر من نص ساعه ساعه تانية بعد الاجراء ده. فهو طبعا تطور رهيب في العلم، ان ما بقاش الموضوع ان انا لا ده انا لازم افتح ظهره غرز وجراحه. اذا البنج الموضوعي سمح لنا ان يدخل انواع عديده من المرضى، المرضى الاوبيز التخان جدا، المرضى اللي عندهم القلب والضغط والسكر والامراض الثانيه الثانويه اللي داخله مع العمود الفقري، فما يستحملش بنج كلي. لا ده هنا الموضوع سهل، اقدر اقعده معايا في المستشفى كلها على بعضها نص ساعه بعد العمليه. طب ما ده حاجه جميله. تاني يوم يمارس حياته الطبيعيه، والتحسن في خلال الاسبوعين الثلاثه اللي بعد العمليه، فالعيان يبقى مش مصدق ان هو عمل عمليه. وفعلا العيان اللي بتنفع له الحكايه دي تلاقيه على طول بعد وهو جاي في المتابعه جاي مع عيان تاني. يعني دي بتبقى ظاهره جدا، يقول لك لان انا رحت فلان وقال لي هعمل لك عمليه. بعض بقى العيانين للامانه العلميه يجي ونكشف عليه اقول له لا انت لازم يتشال الغضروف جراحه. مش كله، انت عديت مرحله، عديت مرحله الاولانيه، لا لازم جراحه. ففي ناس يتشال لهم بالكوبليشن، في ناس بالجراحه، ولكن في الجراحه دول نسبه اقل، وتنفع عنقي وينفع قطني، يعني ينفع في الرقبه لو غضروف في الرقبه وينفع في الغضروف بنفس الوسيله ونفس الطريقه. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره استاذ الدكتور هشام العزازي، استاذ علاج الالم بكليه الطب التداخلي بكليه الطب جامعه عين شمس، الرائد القدير لهذا المجال. يبقى لنا حوارات كثيره أكيد. جدا ومتنوعه، لانكم يعني الفيل اللي بتاعكم ده انتم بتتدخلوا في حاجات كثيره قوي. يعني هنتكلم على صداع النصفي اكيد، هنتكلم على مشاكل الالم بتاع العضلات، ده موال ثاني خالص، والعقد العضليه وموالها والى اخره. العصب الخامس، العصب الخامس، وخصوصا في الشتاء العصب يا باشا الشتاء ده مش بيضرب خامس وسابع. العياده بتشتغل على العصب الخامس في الشتاء اكتر من الصيف طبعا. طبعا لا، والشتاء ده بس خامس وسابع واعتقد سادس، هتلاقي جبنا حول. الشتاء فظيع. الشتاء فظيع. دكتور هشام انا اتشرفت بيك، شرف لينا، خليكم دايما على سلحة. اسمح لي أن أرحب بنجوم وايتي. المواطن المصري المواطن العربي بيجي لك غالبا عنده مجموعة من المشاكل، بتعمل لها بلان وخطه وبتاخد البلان بتاعها تشتغل عليه. دي ميزه ان يبقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد. ايه الصعوبات اللي واجهتك في طول 18 سنه اللي فاتت؟ اغلى واعلى راس مال يبقى عندك هو الناس، هو الدكاتره. ده علم. بيقولوا دايما علينا في كل حته في العالم احنا بارعين جدا في العمل الفردي، لكن تعالى في العمل الجماعي بيحصل مشاكل. لا. أهم عامل عشان نقدر نوصل للنتيجة اللي ترضي المريض هي الخطة العلاجية، الوظيفة والشكل. عمل فردي لا أنت فاشل. الابتسامة دي تنفع لفلان ما تنفعش لعلان، ما ينفعش كله بنفس الشكل، كله بنفس الرصة، وده غلط. حضرت كويس يا باشا هتجمل، ما حضرتش
كنتم معا ولا انا غلطان؟ احنا مستحيل هنعرف نحضر الاسنان من غير ما نوصل للديزاين اللي احنا عاوزينه. احنا اللي بنقرر. الحشوات برضو نفسها مش معموله من ماتيريال واحده. ترتيب الشغل ما بينا دي اهم حاجه في زراعه الاسنان. الفريق ده هل متخيل ان هو هيقرر قرار هيبقى مش مظبوط؟ كل حاله بتجيلنا هي اهم حاله عندنا، فبالتالي لازم تطلع احسن حاله. لازم الدكتور زي ما بقول لحضرتك يبقى فاهم كويس جدا خصائص كل ماده. انا والمريض بس اللي بنصمم التركيبه. احنا عندنا دلوقتي الحاله بيقعد نتكلم معاه، واحنا بنتكلم معاه 80% من الكشف حصل. ضيفي العزيز نجح بشكل كبير جدا انه يرسي ان طب الاسنان في مصر ينافس بقوه في الشرق الاوسط، بل ربما يتحدى ويصل الى الرياده. هو الفكره ان انت تلاقي منتخب زي ده، منتخب زي ده، منتخب زي ده. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، مدرب معتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي برلين، عضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. ايه لازم اروح طبعا عشان اهتم بيها يعني وكده. على طول اول ما احس بالام اروح له على طول. لا بستنى لما يبقى في وجع شديد يعني. اكيد لازم اروح للدكتور عشان اعرف بعد كده اكل اعرف اعمل اي حاجه. لا مش هروح للدكتور لا. عشان ما تحصلش مضاعفات بعد كده لا انا بروح لدكتور الاسنان عادي. لا الاسنان لازم نروح للدكتور على طول. لا هاخد مسكنات الاول واغسله، ولو كده لو نفع يعني وتعالج ماشي، لو ما تعالجش اروح للدكتور عشان ما يحصلش وما يأذيش ضروس جنبه. لا ضروس وجعنا كده هخلعها يعني، اروح لدكتور اي حاجه يعني. السنان بالذات من الحاجات اللي ما ينفعش فيها غير انها اروح لدكتور يعني. ممكن نغسلها، ممكن ناخد مسكن، ممكن اي علاج، دي اخر حاجه بعد كده بنفكر فيها احنا نروح لدكتور لما نتعب خالص. والله لو هاخد مسكن هاخد مسكن حاجه مؤقته بس، لكن اساسي ان انا لازم اروح للدكتور يعني. فعلا بيعمل مشكله، بس دكاتره الاسنان دايما وقتهم طويل قوي، ودي حاجه بتاثر على الواحد لما بيروح عندهم فعلا يعني. ما بيروحوش على طول يعني، بيستنوا شويه بقى لحد ما الالم يوجعهم قوي اهلا بكم النهارده، يوم مهم جدا في عالم طب الاسنان. خلي بالكم ان ويليام بروفت قال في كتابه طب تقويم الاسنان المعاصر، قال مضمون مهم جدا ان المظهر له تاثير على الانطباع، واتكلم على فكره المدرسين والمدرسات، فكره الانطباع بتاع التدريس، ان المدرس والمدرسه لما بيدخلوا ويشوفوا اسنان جيده في عند امتحانهم ليه تلامذتهم بيدولهم درجات افضل. ده مهم جدا. برضو السينما انطباعات الناس بتخلقها الاسنان في اكتر من شخصيه، يعني مثلا الناس بتوع والت ديزني لما بيعملوا عندهم دول ملوك الكاركتر، يعني دول اللي عملوا التغييرات المهمه جدا في شكل اي حد. لما تشوفوا مثلا توم هانكس في افلام اللي عملها في والت ديزني غيروا شكله، لما تشوف مثلا جوني ديب في افلام اللي شبه والت ديزني كان عمل مع والت ديزني ولا بيغيروا شكله، بيغيروا الكاركتر بتاعه. فلما بيعملوا الساحره الشريره لهم كاركتر لازم يدوها انطباعات، معظمها في الاسنان، اسنان مدببه فيها فراغات سودة او مصفره. الانسان الغبي يعني لما تيجي تشوفه في فيلم رائع جدا اسمه كان بتاع جوني ديب، كان بيشتغل اللي هو بيقوم فيه بدور حلاق، وفيلم رائع جدا. الراجل اللي بيمثل دور الفاسد او الرجل الفاسد او الضابط الفاسد في الفيلم ده كانت سنانه هي الكاميرا معظم الوقت جايه على سنانه، جشع، الفروقات، البروزات، الاصفرار، الشكل الغريب تعبر عن الجشع. احنا في مصر هنا بنعمل ده يعني. جنة الشياطين فيلم الرائع اللي عمله الاستاذ محمود حميد عبقري السينما المصري، الراجل عشان يعمل دور واحد متشرد عمل حاجه فظيعه طبعا في الطب، خلع اسنانه، شالها. طبعا دلوقتي ما بيعملوش الخلع ده يعني لكن بيسودوا المكان على اساس يبان انه ما فيش سنان، في سواد. ده اسمه انطباع. ولذلك الأسنان نوصل للنتيجة هي المعبر الأساسي عن الشخصية، المعبر الأساسي عن الإحساس. هنفهم الكلام ده وأكتر منه النهاردة في حوار مثير للغاية مع ضيفي العزيز الصديق والزميل العزيز وطبعا يعني عشرة العمر
دكتور نير الدين مصطفى. اهلا بيك يا دكتور. حبيبي نورني. اخبارك ايه؟ وانا عارف انت طيب. وانت طيب. بتحب السينما انت وبتحب الحاجات طبعا. اه وليك انت فني. يعني جانب فني مهم طبعا جدا. اقوله اقول. انت بتكتب شعر؟ انت محترف اساسا وعملت يعني اغنيات؟ هي هوايه. ايوه بس عملت اغنيات. اه في حاجات موجوده في في انت عملت في سوق الاغاني. محمد محي وجنات. وجنات يعني هو الفن كله منفذ في بعضه. ده لا ده انا بتكلم عن الاغنيات. انا بقول لك ما هو الفن كله منفذ في بعضه سواء بقى اسنان. ما هي الاسنان فن سواء اي موهبه فنيه تانية في الاخر بيبقى عندك حس الفنان. الوسط الفني كله بيعمل سنان. معظمه لو عمل سنانه غلط ممكن يعمل يعني يحصل له كارثه في التعبير. متهيألي احنا شفنا كتير ناس شكلها اتغير وناس بقت ضحكتها مش طبيعيه كتير موجود في السينما وفي الاعلام وفي التلفزيون. ناس كتير عملت اسنانها بشكل غلط والناس بتعلق عليهم والناس بتجنن تقول انا مش عايز اسناني زي فلانه. يعني اكبر دليل على الفشل ان تبقى هي مضرب للمثل في الفشل في فشل في فشل شكلها. انا مش عايزه اعمل سناني زي فلانه دي معناه انها اخطات في حق نفسها، اخطات في اختيار الدكتور اللي عمل لها اسنانها، اخطات في قبولها للشكل اللي مش طبيعي لها وصلت. اخترت النهارده ستايل معين في الحلقات ان احنا نحكي كيس. ليه اشمعنى لاول مره يمكن في الاسنان نحكي قصص؟ اشمعنى؟ علشان دي الاقرب لوصول الناس. يعني الكيسز دي او الناس اللي بتسال هي ناس موجوده على ارض الواقع عندها مخاوف وعندها استفسارات احنا عايزين نبقى قريبين منهم. فاخترنا ان احنا يبقى حالات او ناس بتسالنا بحيث نجاوب عليهم لان دي ناس كلها موجوده في على ارض الواقع مش حاجات اسئله احنا اللي عايزين نقولها. طيب هنبدا الاول. اول سؤال في عادتنا النهارده بيحكي بيقول انا عملت تجميل في اسناني لكن سناني شكلها مش طبيعي واكثر من شخص سالني عملت ايه في اسنانك؟ ايه الحل عشان نرجعهم تاني للشكل الطبيعي؟ تمام. خلينا نتفق ان احنا حتى لو عملنا اسناننا بشكل خاطئ فاحنا نقدر نرجع للشكل الطبيعي. لازم الاول الناس تفهم ان التجميل او مجازا هوليوود سمايل او اي اسم بيتقال على عنصر التجميل بتاعنا هو في الاخر هو الحصول على ابتسامه مثاليه فت عليا انا. ما ينفعش اكون عامل لك اسنانك وعاملها لاخوك وعاملها لابن عمك وعاملها لمجموعه من الناس زي ما بنشوف كده تلاقي العشرين حاله بتخش عند دكتور يخرجوا نفس الشكل. ده مش مظبوط. الابتسامه بتتفصل للواحد. تمام. طيب الابتسامه بتتفصل للواحد اصلا ازاي؟ لازم يكون الدكتور نفسه عارف الشكل الطبيعي للسنه ايه. الشكل التشريحي والتعامل مع الضوء لازم يكون فاهم الكلام ده علشان لما يجي يعمل تجميل تتفاعل وتديني نفس الشكل اللي الاسنان الطبيعيه اللي ربنا خلقها. لو انا بعدت عن المضمون ده انا عملت تجميل فاشل. يعني خلي دايما المضمون الاساسي هو الحصول على ابتسامه مثاليه طبيعيه تبقى خلفيه ليا ما تبقاش هي المتصدره المشهد. دايما لما نبقى بنتكلم مع بعض وانت بتضحك ابقى باصص في عينك مش سنانك اللي واخده عينيا. لو سنانك واخده عينيا لاي سبب على فكره ممكن تكون سنانك طبيعيه واخده عينيا لان لونها مثلا اصفر بزياده عن الكاركتر بتاعك ما هتاخد عيني برضو. يعني مش معنى ان كل الاسنان الطبيعيه انها حلوه. لا احنا بنتكلم على الاسنان الطبيعيه الايديال اللي اتعلمناها اللي هي بتدينا انطباع زي ما انت قلت الشكل بيديني انطباع. لما اتعمل سيرفي يعني عن احسن الاشكال واحسن الانطباعات وصلنا لمجموعه من الاشكال هي دي الطبيعيه اللي شكلها حلو اللي علاقتها ببعض متناسقه، علاقتها باللثه متناسقه، علاقتها ككل مع بعض مع الابتسامه متناسقه، علاقه الابتسامه كلها مع الوش متناسقه. ده علم لازم اكون درسه بالاضافه زي ما قلت لك انك لازم تكون عارف شكل الاسنان الطبيعيه شكله ايه. عشان كده احنا جايبين صور بنوري اشكال سنان مش احنا دي اسنان في الحقيقه. يعني دي الاسنان الطبيعيه عشان لما نيجي نتنقل ان احنا هنعمل اسنان لازم نعمل الشكل الطبيعي ده. السؤال الثاني بقى سؤال او قصه مهمه. بنت بتقول انا عايز اعمل تجميل سنان. تمام. شلتي واصحابي حذروني قالوا لا ما تعمليش لانه في بنات كتير من شلل تانية منافسه عملت سنانها وطلعوا مش حلو. شكلهم مش حلو. وقعدوا طبعا يناموا عليه. ما هو خلينا نتفق على حاجه. اي حاجه بتبقى ترندي او عليها اقبال كبير
بيبدا غير المتخصصين يشتغلوا فيها، لانه خلاص سوق مفتوح. ودايما الناس، خلينا دايما نتفق ان المتخصص اللي بيستعمل مواد ستاندرد او مواد معتمده بيبقى له يعني تكلفه معينه. واحنا هنا في مصر او في الوطن العربي ملوك الخصم والحاجات دي. انا دايما عندي راي ان الخصم في البدله في الجزمه مش في صحتي، لان الخصم في ان انا ابقى دايما بدور على الخصم او بدور على الارخص، فانا برخص من صحتي نفسها، وبخصم من صحتي، وبخصم من عمر المنتج اللي انا اخدته. فطبعا تدخل في مجال التجميل، وفي كل المجالات على فكره، مش مجال التجميل بس، في مجال التجميل وفي الزراعه وفي مجال الطب كله، اي حاجه بتبقى ترندي بتلاقي ناس غير متخصصه بتخش فيها. النتيجه منتجات شكلا ووظيفه خاطئه. فالناس توهمت ان العيب في التجميل، انما عمر العيب مش عمر العيب مكان في التجميل. انا هوريكم الصور اللي بتورينا التجميل شكله عامل ازاي. اللي هيشوف ان التجميل ده مش طبيعي يبقى فعلا التجميل نفسه فيه مشكله. لكن في دكاتره كتير في مصر معتمده وفي الوطن العربي معتمده بتدينا منتجات للتجميل طبيعي. دي اسنان طبيعيه. اللي عايزين نقوله ايه، زي ما انت شايف السنه الطبيعيه في بعض الاسنان بيبقى فيها شفافيه، الجزء الانسايزل زي ما انت شايف شفاف. هنشوف صوره تانية عشان انا اوريكم دي، ده نوع تاني من انواع الشفافيه. خدت بالك ان الاولاني كان شفاف بطريقه وده شفاف بطريقه تانية، بس ستيل عندي حاجه اسمها ايه، الشفافيه. لازم نبقى فاهمين ان السنه الطبيعيه ربنا خالقها لما بتتفاعل مع الضوء تعمل ثلاث حاجات، بتمتص جزء وبتعكس جزء وبتعدي جزء. الجزء اللي بيعدي ده هو اللي مدينا الشكل الحي للسن. هنشوف شكل هنا بقى. دي اسنان معموله تجميل، انت شفت الاسنان الطبيعيه وده اسنان معموله تجميل. احنا بنحاول نوصل ليه، بنحاول نوصل للشكل الطبيعي اللي ربنا خلقه، فيها الجزء الشفاف متناغمه مع شكل الابتسامه بتاعتنا، لونها طبيعي. لان خص بقى ان انا اروح اعمل الالوان اللي هي الابيض التباشير وابيض الثلاجه وابيض التشوكليتس، ده مش تجميل. زي ما انت شايف دي اسنان معموله، انا وريتك في الاول اسنان مش معموله، دي اسنان معموله. الاسنان فيها التعريج الطبيعيه ايديال مرصوصه صح. هنا لازم يكون الدكتور عارف ال 21 كرايتيريا للتجميل السليم، اللي هو الميد لاين خط المنتصف فين، علاقه طول السنه لعرضها، علاقه السنه اللاترال بالسنه السنترال، علاقه الاسنان باللسة، علاقه لون الاسنان. تشيك ليست كده انت عمال تعدي عليها علشان توصل ان انت عندك اسنان ايديال. دي اسنان معموله، يعني دي اسنان تجميل. فالعيب مش في التجميل، العيب ان انا اروح لدكتور مش متخصص في التجميل. وهم بقوا موجودين يعني الحمد لله، الوطن العربي ومصر فيها دكاتره شاطره في التجميل. اهم حاجه ايه، انا دايما اي حد يسالني اختار دكتور التجميل ازاي، اختار دكتور التجميل زي ما بختار مهندس الديكور بتاعي. اول حاجه بسال مهندس الديكور ايه، بقول له وريني شغلك، صح كده، مش هروح سلمه بيتي، بقول له وريني شغلك، ولو شغله عجبني بقول له يلا نشتغل. ازاي بروح اشتغل عند دكتور انا ما شفتلوش حالات وما عندوش حالات والبروفايل بتاعه كله ديفيليه مثلا؟ انت رايح لدكتور اسنان مش رايح لعارض ازياء مثلا. لما اكون رايح لعارض ازياء اشوف البدله والجاكيت والطبيعه، لا انا رايح لدكتور اسنان يبقى بشوف شغل، يبقى انا رايح اتفرج على شغل. دي اسنان معموله. شايف كميه يعني شايف التعريج اللي جوه السنه، السنان دي كلها معموله هاند ميد، مش معموله بمكن. لان انا في التجميل انا ما بحبش المكن. المكن يفيدني جدا سرعه ودقه لما اكون بعمل اسنان خلفيه، لكن عايز اعمل جمال، الجمال دايما هاند ميد. دي حاله كانت عامله تجميل زي ما انت شايف، اللي فوق ده تجميل، ده اللي بيخوف الناس، التجميل اللي فوق ده. الحاله النص الفوقاني ده كان عامل تجميل، يعني مش سنان طبيعي، دي مش سنان، ينفع دي تبقى شكل سنان طبيعيه؟ ده تجميل، ده يدعي يعني يدعي اللي عملها ويدعي وتدعي اللي عاملاه انها كانت عامله تجميل. بص الفرق بين اللي فوق واللي تحت هي نفس الحاله،
كان مأساة كبيرة اللي تحت أسنان طبيعية. اتفرج على أسنان الماتيريال نفسها مختلفة، الماتيريال مختلفة لأن اللي فوق أصلا تصميم مختلف، اللي فوق أصلا الماتيريال غلط لأنها ماتيريال بلاستيكية وهي أسوأ أنواع التجميل في العالم. بلاستيكية اصفرت، بتجمع بواقي أكل زي ما أنت شايف، تعمل التهابات في اللثة، شايف اللثة كلها ملتهبة وفي خطوط حمراء غريبة كده. اللي تحت بقى اتبنت السنة، بتاخدها تعملها هاند ميد، بتبني طبقة على طبقة على طبقة، لأن الأسنان اللي ربنا خلقها هي طبقات، هي مش بلوك، هي طبقة عليها طبقة عليها طبقة، وليها توزيع حاجة اسمها دنتين وإنامل، ليهم توزيع معين لازم تحافظ عليه عشان يطلع الشكل طبيعي. طول ما أنت مش طول ما أنت عايز تبعد عن الشكل الطبيعي فأنت بتعمل تجميل غير طبيعي. عايز أقول لك إن الفرق ما بين الإنسان والقرد هما في الجينات 99% زي بعض، صح؟ بس هما في الجينات كده الفرق بينهم توزيع الشعر، شكل الجمجمة حاجات خفيفة جدا، بس ده إنسان وده قرد. برضو في التجميل الفرق ممكن يكون طفيف جدا، بس ده تجميل حقيقي طبيعي وده تجميل فيك، ده تجميل تباشير، ده تجميل ما فيهوش تناسق، ده تجميل ما يلقش عليا، ده تجميل لونه بعيد تماما عن لون بياض عيني. كل التفاصيل دي تخلينا نحصل على المنتجات اللي مخوفة الناس، إنما التجميل كتجميل لا، التجميل هو إن أنا بلبس حاجة حلوة عليا، حاجة فت، ده شكل أسنان طبيعي يعني، دي مش معمولة. فأنا بوريك، عمال أجيب لك سنان معمولة، سنان مش معمولة عشان أوريك إن أقدر أعمل بالتجميل سنان شكلها طبيعي، دي أسنان طبيعية ما اتعملتش فيها التعريج الطبيعية، فيها جزء الشفاف. ده اللي احنا بنحاول دايما، حاول قرب على قد ما تقدر من الجمال اللي ربنا خلقه، كل ما تقرب من الجمال اللي ربنا خلقه كل ما تاخد نتيجة صح. امبارح لسه صديقة من دولة عربية بتعرف لسه بتعرف عليها، بتسلم عليا، انا مش شايف حاجة غير سنانها. اه معمولة غلط. طب ما هو ما دام انت مش شايف غير سنانها تبقى هي غلط، لان المفروض ما تشوفهاش. اه يعني سلمت عليها في اول في اول حفلة مش شايف غير سنة، جه في اخر حفله بتسلم عليها تاني بقول لها من حضرتك ما انا مش شايف بقى. انت عارف سنانها؟ انا يعني السن انا عرفتها بالسنان، السنان هي اللي مصرفه. زي ما قلت لك قبل كده، الابتسامه هي خلفيه لا تتصدر المشهد، لازم تكون مريحه لعيني ما تاخدش عينيا. تبشير ده كارثه. لا انت الابيض والتشيكليتس بقى اللي هو تشيكليتس اللي هو الاستشيكليتس تقال على اللون وعلى التفاصيل لانها بلاطه ما فيهاش اي تعريج. احنا السنان الطبيعيه فيها تمويجات، الناس اللي دارسه اضاءه لما بيجي يصورك بيبقى في حاجه معاه، المصور بيبقى معاه حاجه اسمها سوفت بوكس. سوفت بوكس ده مهمته ايه؟ ان الضوء ما ينعكس من على الكيس زي المرايه، هم بيسموها في الاضاءه ان الصوره تلسع. لما بتعمل اسنان مش مظبوطه ما فيهاش التعريج الطبيعي، ربنا خالق جوه السنه تموجات، التموجات دي تعمل عمل السوفت بوكس اللي هي الضوء لما يخش عليها يحصل له سكاترينج، ما ينعكس، ما يبقاش عامل زي الازازه، ما يبقاش عامل زي التشيكليتس. فحتى لو انت مختار ماده صح وعامل الديزاين صح بس ما عملتش جوه السنه التموجات الطبيعيه للسطح الطبيعي للسنه اللي ربنا خلقها، فبرضه هتتفاعل مع الضوء بشكل مش مظبوط. السؤال الجاي ده سؤال مهم قوي، بتقول أنا فقدت أسنان عايز أعمل زراعة، سمعت عن بلازما الزراعة، هل هي طريقة آمنة؟ خلينا بس نتفق على حاجة، أن بيطلع ترويجات وإعلانات ملهاش معنى. الزراعة في الآخر هي زرعة مصنعة من التيتانيوم بتتحضر في العظم وتتحط جوه العظم، وبننتظر الوقت المناسب لغاية ما يحصل التحام كامل بين الزرعة وبين العظم، تمام؟ البلازما هي حاجة بتتحضر علشان خاطر تتحط على اللسة علشان خاطر تساعد على الالتئام، على سرعة الالتئام، إنما هي ما بتغيرش عشان الناس بيضحك عليها يقول له إيه تعالى في جلسة واحدة هنعمل لك الزراعة بالبلازما. مفيش حاجة اسمها الزراعة بالبلازما أصلا. الزراعة البلازما هي حاجة بتساعد على الالتئام، إنما تكنيك الزراعة واحد. الزراعه هتتم في 3 شهور يبقى هتتم في 3 شهور، هتتم في 6 يبقى هتتم في 6، هتبقى فوريه هتبقى فوريه. البلازما لا تغير من التكنيك. طيب هل في حاجه اعلى من البلازما؟ اه في حاجات اعلى من يعني البلازما هي بيتسحب من دم المريض
وبتكنيك معين بتطلع البي ار بي اللي هي اللي فيها بلازما ريتش بليتلس ريتش بلازما او بلازما غنيه بالصفائح الدمويه. حلو. دي متجمع فيها الجروث فاكتور بتاع الجسم. فانت لما تحطها في مكان الجرح بيلم بسرعه لانه جروث فاكتور بيعمل التئام سريع. الاقوى منه بقى البي ار اف البلازما البليتلس ريتش فايبرين. دي الاعلى. ليه؟ لان انت بتجيب بقى نسيج كامل مش 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 حقن ده نسيج بقى كامل وبتحطه في مكان الجرح ومركز اكتر في الجروث فاكتورز فبيعمل التئام اكتر. بس الاثنين في الاخر ما نضحكش على الناس، ما اروحش اقول للناس ده خد بالك ده احنا عملنا ثوره علميه في الكون وجبنا البلازما ولا جبنا البي ار اف علشان خاطر احنا غيرنا تكنيك الزراعه. تكنيك الزراعه ما اتغيرش، دي عوامل مساعده على الالتئام. دي طريقة تحضير البي ار اف. البي ار اف هو مهمته انه بيساعد على الالتئام مش اكتر، انما ما بيغيرليش للتكنيك ولا نقل ثورة علمية زي ما بلاش نبقى بنبيع. يعني خليك دكتور، خليك دايما اتعامل على انك دكتور، قول الحقيقة العلمية. هو حاجة مفيدة وبتعمل سرعة التئام، ما تقول المعلومة كده لا بس. ليه اقول والثورة العلمية والاختراع. في الاختراع وجبناه وغيرنا العالم ما حصلش ورجعوا ليا ما انا مرجعي ما هو طالما رجعوا ليا دي 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 بتوري ان البي ار اف بيساعد ازاي على الالتئام السريع للحالة. انما زي ما قلت لك هو ما غيرش التكنيك. التقنية هي التقنية. التقنية هي التقنية. زي برضو ايه تيجي لك حالات تقول لك ايه دكتور انت بتزرع بالليزر؟ يعني ايه حاجه بزرع بالليزر؟ ما لو هستعمل الليزر ان انا افتح اللسه ما هو ده ما اسموش زراعه بالليزر، اسمه فتحت اللسه بالليزر. يعني المعلومه انا هفتح الليزر اللسه بالليزر مش اكتر. لكن ازرع بالليزر يعني بعمل دريلنج، يعني عشان التوصيف يبقى صح يعني بحضر جوه العظم بالليزر، وده مش حقيقي. انت بتحضر جوه العظم بنفس الطريقه الكونفنشنال العاديه بتاعتنا اللي بنستعملها. لكن ممكن الليزر لما افتح بيه يبقى مثلا بيقلل البليدنج، بيقلل النزيف، بيقلل الالم، بيساعد على التئام اسرع. اقول لك اه، لكن ما تقوليش دكتور انا عايز تقنيه الزراعه بالليزر، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. فعلشان الناس تبقى فاهمه ان في او يفرقوا ما بين حد طالع يعمل ماركتنج وحد بيتكلم طبي. اما الماركتنج ده حاجه سخيفه جدا جدا. انا شايف في الطب يعني خليني صريح، خليني اقول لك المعلومه. اقول لك المعلومه صح. انت عايز تاخد كلام علمي وتشتغل بيه اهلا وسهلا. عايز تروح بقى في سكه لا اصل انا عايز ازرع بس كل الحالات تقول لك ابي ازرع واركب دلوقتي. طب انت حالتك ما تنفعش. انت ما تقولش ما اكيد الدكتور نفسه يزرع لك وتركب وتروح النهارده لما تيجي بقى وقعد وتشتغل وتزرع وبعد كده يستنى وتجيله تاني. اكيد هو مش عايز، هو الدكتور مش عايز كده، اكيد الدكتور عايز الطريق الاسهل. بس اذا كان ينفع. ايه الكلمه اللي انت قلتها دي؟ اللي هي ايه؟ ابي اريد يعني ابغي معلش احملتي ناشف. طب السؤال كده ده مصري اصيل بقى. أرجو. ابغي اسال هذا السؤال. بيقول لك ابغي ازرع لكن خايف ازرع. ليه خايف؟ بيقول لك الزراعه صعبه. مما تخاف يا عزيزي. هي بتقول لك الزراعه صعبه. تمام. وكمان السؤال الداخل في الموضوع، طب ايه الحاجات الحديثه اللي تخلوا الموضوع يبقى خفيف علي؟ حلو. الزراعه من اكتر اقسام طب الاسنان اللي استفادت من التكنولوجيا. خلينا مثلا نتفق ان وجود الاشعه ثلاثيه الابعاد طفره غير عاديه في عالم التشخيص والزراعه وعامه في عالم التشخيص وعلاج العصب وفي الزراعه وفي الجراحه. تمام. كان زمان كان الزراعه جزء منها بيبقى تخيلي استيميتد، انت بتصور اشعه ثنائيه ابعاد فانت في خيال لان انت شايف صوره غير كامله. فدايما كنت بتفتح كتير علشان تبقى شايف العظم وتعرف تشتغل عليه، وبرضه ما بيبقاش بدقه 100%. ظهرت الاشعه ثلاثيه الابعاد زي ما انت شايف بنعمل قبل ما هنزرع خالص الكيس، جت صورناها روحت بتعمل لها خطه علاجيه. الزرعه هتتحط فين؟ الناس مش فاهمه ان العظم مش بس، لو مركزين هنا العظم مش طول وعرض وارتفاع، العظم اتجاه. لو واخد بالك ان احنا بنلف الزرعه علشان تبقى جوه اتجاه العظم.
لان ناس كتير وشفنا حالات كتير بتيجي الحاله حاطه الزرعه داخله في العظم ومعديه منه، يعني هي دخلت خبطت في العظم وعدت من الناحيه الثانيه. ليه؟ هو متخيل ان العظم واخد زاويه 90 وهو العظم واخد زاويه 45. ما هو لو دخل في عظم على انه 90 بزاويه، يعني واخد العظم واخد زاويه 45 بزاويه 90، ما هيقوم معدي من منه ونكمل لبره. هنا لا، انت بتحط الزرع بتقيس الانجل او الزاويه، دي مهمه جدا جدا جدا، زيها زي اهميه طول وعرض وارتفاع العظم. طول وعرض وارتفاع العظم يحدد لي ابعاد الزرع، لكن اتجاه الزرع فين. احنا شفنا حاله حاطه 12 زرع، انا بسمي الدكتور ده حط 2 صح، حط 2 بالغلط في العظم. يعني هو حط 2 مع انه حط 2 في العظم، انا بقول له ان هو حطهم بالغلط. ليه؟ لان حطت 10 بره العظم. ليه؟ لان لازم يبقى في خطه علاجيه. لكن في دكاتره كتير متخصصين وبيشتغلوا الزراعه على الاصول الطبيه السليمه. خلاص فكرتني بحته الغلط دي، لما مهاجم يكون بيضيع، في مهاجمين كده بيضيعوا، تيجي بقى واحده منه جول. جول جاله 80 جاله 80 جاله 500 مليون في الاخر جاب جول، هو اخره رجع الكره بدماغه بس في مره راح مدخلها وهو بيرجعها بدماغه داخل الجول، خبطت في واحد داخل الجول. هي في ناس بتشتغل كده وفي ناس بتشتغل كتاب. دايما 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 اعتمد في اختيارك على الدكتور. انا بطلع اتكلم اهو، مش انا بطلع، ما تسمعش كلامي، ما تاخدش كلامي على انه مصدق، لان انا طالع زي احد. اسال، شوف الكيسز، اسمع كلام الناس، شوف الناس قالت عليه ايه في ريفيوز. النهارده الحمد لله السوشيال ميديا والانترنت بقى في ريفيوز يعني الناس بقت، الدنيا بقت مفتوحه، تخش هتلاقي لا ده بيتقال عليه ده بيشتغل كويس، لا مش بيشتغل كويس. الريفيوز دي مهمه، الحالات مهمه، الخبره مهمه، الفريق الطبي مهمه جدا. مين الفريق الطبي اللي هيشتغل؟ ولازم تسال، لان انا ممكن ابقى بشتغل ومعايا فريق طبي كلهم ولا واحد فيهم لا واخد ماستر ولا مدرس في الجامعه والشغل، واسمي عندي فريق زي فريق مثلا البلاستيك وفريق ريال مدريد. ده فريق وده فريق، الاثنين دول فرقتين، البلاستيك وريال مدريد. ريال مدريد منتقى على اعلى مستوى السنه دي يا باشا، يمكن السنه دي برشلونه. طب انت بتحب برشلونه؟ لا انا بحب ريال مدريد. طيب انا بتكلم ريال مدريد. ماشي. انا بتكلم على ليفل. لا مانشستر سيتي. بتكلم على سيتي. ماشي. انت بتذكر اسامي. انا زي ما بقول لك بقى كده، في طب الاسنان فرق زي برشلونه وريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول ويوفنت، يعني زي الفرق الكبيره وفي فرق مجهوله. اما اروح عند دكتور اقول له ممكن بقى الفريق بتاعك السي في بتاعه، لما يبقى السي في بتاعك فيه استاذ مساعد في 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 اعرق الجامعات، لما يبقى السي في بتاعك فيه دكتور ممتحن في هيئه الممتحنين في ادنبرا، مش واخد زماله من ادنبرا، ده في هيئه الممتحنين في ادنبرا، لما يبقى الفريق بتاعك التركيبات معظمه من جامعه عريقه مدرسين فيها، ده اسمه فريق منتقى. ده فريق عنده حاجتين، كواليفيكيشن وخبرة، عنده الشهادات وعنده الخبرة وعنده النتائج. فدايما دايما وانا بدور اسأل، ومش عيب ان انا اسأل صحتي. ما ينفعش يا جماعة يعني صحتي، ده انت بتروح عشان تشتري عربية بتفضل تلف وتشوف واجرب، عشان اشتري بدلة بفضل. اشمعنا في الصحة دي؟ احنا هنا في مصر قلبك جامد، قلبك جامد ليه على نفسك؟ اسأل يا راجل. ده في البنت عشان تشتري فستان بتقعد مثلا 7-8 ايام وتغلب اهلها كلهم. لا اصحابها. وانا بقول لك اشمعنى بقى هنا وتقعد تدقي في الفستان؟ اصل انا بيجي لي حاجات 14 ساعه، بيجي لي حاجات تضايق. طب انت عملتي اسنانك كده ازاي؟ اصل انا رحت طب انت سالتي على الدكتور اللي هيعمل لك التجميل ده عارفه؟ لا. طيب شفتي شغله؟ لا. طب ازاي اصلا مشيت ازاي بالسنان دي من عنده؟ مش عارفه. اشمعنى دي مش عارفه؟ ما انت بتغلبي الكون حواليكي لما بتكوني عايزه تختاري حاجه. ليه في صحتك بتيجي في دي واخش بقى ابوظ الدنيا؟ انت عارف الرجاله والله العظيم عندهم التهور ده، تخيل بقى صحتهم في كل حاجه. الرجاله مش متهورين في صحتهم. هو اقول لك، مع ان المفروض الطبيعه
الطبيعة الست بتخلي الست بتخاف على نفسها أكتر لأن هي يعني الحاضنة للحياة. فهي اللي المفروض بتحافظ على نفسها. بس هي ثقافة، خلينا نتفق إن الثقافة بتأثر في 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 الجين نفسه. يعني ممكن يبقى جينك سليم وثقافتك تبوظه. احنا الحمد لله عندنا هنا ثقافه محتاجه لغات تاهلها. هقول لك على كده، هي فعلا دي في الحته بتاعت الثقافه دي. واحده بتقول لك انا عملت الزراعه في سناني وعملت اشعه عاديه قبلها، اشعه عاديه، بس من وقت الزراعه انا متقلبه جدا. شوف بقى الحته الجميله بقى، ممكن تكون الزراعه فشلت، ممكن. والله تقريبا ممكن نتخيل انها فشلت. والله يا فندم احنا نتمنى يعني يكون يعني احنا دلوقتي في عصر، انا اسف جدا، زراعه بدون اشعه ثلاثيه ابعاد كانك عايز تحج دلوقتي بالجمل. يعني عندنا النهارده كل التكنولوجي اللي تاهلنا ان احنا نعمل اجراء طبي بنسبه نجاح بتوصل ل 99%. ليه اعتمد طرق واعتمد طرق تشخيصيه ما تدينيش المعلومات الكامله؟ وانا باكد تاني علشان الناس كل مره اجي اتكلم في الاشعه الثلاثيه ابعاد تلاقي نوعين من البشر. حالات تقول لك اصل دكتور نور عايزنا نيجي نصور اشعه ثلاثيه ابعاد. على فكره احنا كنا بنطلب الاشعه ثلاثيه الابعاد قبل ما يبقى عندنا جهاز الاشعه الثلاثيه الابعاد، احنا جبناه بس تسهيلا على الناس. لكن احنا طول عمرنا لما كنا بنزرع اول ما ظهر جهاز الاشعه الثلاثيه الابعاد كنا بنبعت نطلبه. زي بالظبط لو واحد رايح يعمل عمليه في الغضروف، هينفع يروح للدكتور يعمل العمليه بدون اشعه رنين؟ في دكتور تتخيله هيعمل عمليه غضروف بدون اشعه هينفع؟ وارد، شفتها قبل كده؟ لا. اشمعنى دلوقتي لما ظهرت الاشعه الثلاثيه الابعاد وبنطلبها الناس تقول لك هو مالي فاكرينها صفصطه مننا؟ لا، هي تول، اداه بتديني معلومات كافيه ان انا اعمل لك زراعه ان شاء الله بنسبه نجاح 99%، لان بقى ماسك فكك في ايدي فعارف كل المعلومات عنه. لكن علشان اروح اتهور واشتغل وخلاص وتيجي بقى الزرعه تخش جوه العظم، لا ما تخشش، حجمها مش مظبوط، كل دي اخطاء. انا شايف برضو ان الحاله ليها يعني في جزء كبير خطأ عليه. الكيس الثانية بتقول سؤالي عن الزراعة الفورية، أنا عندي إحساس إن عظمي ما يستحملش الزراعة الفورية دي، أنا طول عمري عظمي بيوجعني وعندي هشاشة عظام، تمام، هل في علاج؟ طبعا سؤال يعني تحس برضو إنه مش واضح. هو فكرة إيه هي الزراعة الفورية؟ بالظبط. يعني عشان نفهم الناس، الزراعة في طرقها مختلفة. في ان انا عندي سنة او درس هيتخلعوا غير قابلين للعلاج فهيتخلعوا، نخلعها ونزرع مكانها، دي اسمها زراعة فورية، تمام. لكن في حاجة اسمها الزراعة والتركيبات الفورية، دي حالة تانية، انك بتزرع وبتركب الجزء الخارجي على الزرع في نفس الوقت. دي لها شروط، لو ما توجدتش ما ينفعش تتعمل. أهمهم الربط، قوة الربط، قوة ربط الزرعة. والدكتور بيربط الزرعة، لو وصل لقوة ربط معينة ساعتها بس ممكن يركب على الزرعة فورا، يعني يركب الجزء الخارجي فورا. فهنا لازم نفرق ما بين الخلع والزرع، دي اسمها زراعة فورية، وبين فكرة الزرع والتركيب الفوري، التركيب النهائي الفوري. وده زي ما قلنا ما بيحصلش غير بشروط معينة. فكرة بقى إن في وجع في العظم، لا، لازم نشوف، نصور اشعه ونشوف ايه مشكله الوجع، هل في انفكشن، في عدوى، في اماكن فيها مشاكل، احيانا بيحصل تاكل في عظم الفك لدرجه ان العصب يبقى مكشوف. يعني عصب الانفيرير الفيلر ده اللي هو اللي ماشي ماسك الفك السفلي يبقى مكشوف، يبقى لما يجي ياكل يبقى بيضغط عليه، فده لازم يتعالج. فلازم نعرف ايه المشكله عشان نعالج. السؤال بقى اللي جاي ده كيس من حد اللي هم حسوكين في اسئلتهم، تقول لك انا فقدت 4 سنان من اعلى واسفل الفك، و يعني عايز اعمل زراعه بس مشكلتي ان الزراعه تكلفتها مش هتناسبني. تمام. طب اعمل تركيبه ثابته ولا تركيبه متحركه؟ لان انا مش قادر ادفع ثمن الزراعه. ده سؤالها بالنص. طيب لو احنا اتكلمنا في
تكلفة الزراعة بالنسبة لأربع أسنان فوق وأربع أسنان تحت حليها تقريبا هي تكلفة أنك تعملي تركيبة ثابتة. فلو أنت مش هتقدري تعملي زراعة علشان التكاليف بتاعتها وعايزة تعملي تركيبة ثابتة وما أصلا نفس التكلفة، فلو هو فعلا في مشكلة في التكلفة هيبقى التركيبة المتحركة. بس أنا ما بحبش التركيبات المتحركة ومحدش بيحبها، لأنها تركيبة في الآخر اسمها إيه؟ متحركة، يعني الإنسان وهو بيستعملها ما بيبقاش عنده شعور بالأمان، لأنها ممكن هو بيأكل تتحرك وهو بيتكلم تتحرك، ففيها مشاكل مش شايف إن هي حاجة كويسة، إلا إذا حد فعلا غير قادر بقى تماما إن هو يقدر يأفورد أو إن هو يدفع تكاليف للزراعة أو التركيبات الثابتة. بس أنا شايف إن أنا تعويض أربع أسنان فوق وأربع أسنان تحت هما تقريبا نفس تكلفة إن أنا أعوضهم بالتركيبة الثابتة. طيب السؤال اللي جاي مشهور قوي في المصريين، بنت بتقول أنا بعاني من تقدم السنتين الأماميتين، تمام، والسنان كمان متزحمة، حلو، فيبقى عندي حاجتين، بتسأل على طريقة العلاج، بتسأل على الوقت اللي ممكن يستغرق العلاج. أنا دايما شايف إن أحسن علاج لتزحم الأسنان أو البروز الأسنان هو التقويم، لأن التقويم أنت بتحرك الأسنان وبترجعها لوضعها المثالي من غير ما بتلمسها، من غير ما بتعمل أي تدخل، وبتاخد وقت، في حالات بتاخد ست شهور، في حالات بتاخد سنة، في حالات بتاخد سنة ونص، في حالات بتاخد سنتين، حسب وضع الحالة وحسب الطريقة اللي هنعمل بها التقويم. لكن دايما أنا ببقى شايف أن التقويم هو الحل الأمثل لعلاج الكراودنج، التزاحم، البروز، حتى علاقة الأسنان ببعض، كل ده يتحل بالتقويم، شايف ده أنسب حل. كل ما قدمناه في طب الأسنان في السنوات الماضية كان من أجل الثقافة، نحن نريد أن نثقف العالم العربي، نثقف العالم العربي في أهمية الاعتناء بأسنان. أيضا من ضمن أهدافنا المهمة أن احنا أبرزنا مهارة الطبيب المصري، وده هدف للبرنامج في كل برانشاته. الطبيب المصري ده احنا بندافع عنه، بندافع عن قيمته، بندافع عن مهارته، بندافع عن امكانياته، بندافع عن اجتهاده، بندافع عن اسمائه. صحيح ان احنا ما نقدرش نطلع ال 150 ولا 170 الف طبيب مصري، نتمنى انهم يطلعوا معنا كلهم، فاحنا بنطلع ريبريزنتيتيف او معبرين عن الثقافه والتعبير عن قوه الطب المصري، دول اهدافنا الحقيقيه. يبقى أنه ده يتقبل بشكل جيد جداً في العقلية العربية. ضيف العزيز، صديق العزيز، والزميل العزيز، وزي ما قلت عشرة العمر، الأستاذ دكتور نور الدين مصطفى، نورتنا دكتور نور وشرفته بهذه الزيارة. هديك دايماً معنا سعادة.